السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. يعني مباراة الأهلي خلاص قدام إنبي تنتهي بفوز النادي الأهلي، فوز مهم جدا، ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري. مباراة وانتهت زي أي مباراة، تركيز إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة، مباراة قوية جدا وآخر مباراة قبل سفر النادي الأهلي إلى تنزانيا وملاقات سيمبا التنزاني. النادي الأهلي عنده ضغط مباريات كبير جدا جدا جدا، لكن واضح جدا من أداء النادي الأهلي إن في تطور مباراة تلو الأخرى. مدير فني زي ما قلنا قبل كده عرف إن هو يعني يمسك كل زمام الأمور، وبدأ إن هو يكون في تطوير من أداء النادي الأهلي. ممكن يكون الأداء بعض الشيء بيكون في دروبات أو بيبقى في انخفاض في المستوى في بعض أوقات المباراة، لكن ده أمر طبيعي جدا في ظل ضغط المباريات الرهيب جدا مع الغيابات. ياسر إبراهيم طبعا بنتكلم في دفاع يعني واحد من الركائز الأساسية وركائز القوية، لكن طبعا وجود محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وكريم نيدفيد وكل اللعيبة اللي موجودين الصراحة كلهم بيأدوا بأحسن ما يمكن، وكلهم بميت راجل داخل الملعب. لكن زي ما أنا قلت مباراة وانتهت خلاص، والمباراة اللي جاية هتكون يوم الجمعة أمام خصم قوي جدا ومدير فني شاطر جدا جدا جدا، وهو يعني بيعمل أحسن مبارياته قدام النادي الأهلي. كابتن طارق العشي وفريق حرس الحدود من الفرق المحترمة جدا جدا جدا، لكن نتمنى إن شاء الله إن هي تكون فوز وثلاث نقاط أيضا للنادي الأهلي علشان يسافر بمعنويات مرتفعة ومعنويات تساعده في مباراة سيمبا التنزانية اللي هتكون مباراة صعبة جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هيكون معايا ضيفين من نجوم مصر الفقره الاولى طبعا، واللي هنبداها دلوقتي مع حضراتكم. ومشرفني منورني في الاستوديو واحد من نجوم منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الاول ونجم النادي الاهلي ونجم ستراسبورج الفرنسي، واحد من افضل الباكات ليفت اللي جم في تاريخ مصر، هو الكابتن احمد ابو مسلم. ازيك يا نجم؟ ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ منورني حبيبي، ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ والله تمام، كله كويس، كل الدنيا ماشيه كويس. منتخب الشباب يعني ذكريات مهمة جدا، واعتقد ان دي من اهم الفترات اللي كانت موجودة في حياتك. اكيد طبعا، منتخب الشباب لما انت تكون واخد مثلا ثالث العالم مع كابتن شوقي غريب، الدنيا بتبقى احسن بكتير. سي في بيتحط ليك لاولادك والفرق اللي انت بتمسكها مع بعد كده المنتخبات مثلا او انديه بتمسك فيها، فدي كلها بتبقى بدايه قويه. تاني حاجه بتديك خبرات كبيره جدا على المستوى اللي انت كنت لاعب، بتزيدك الخبرات لما تبقى مدرب، بتتمر في الظروف دي بتقدر، كان فيها طبعا انتصارات وكان فيها هزايم، فالحاجات دي كلها بتديك خبرات كبيره جدا في مجال كره القدم عامه. يعني انضميت للاهلي خلال فتره المنتخب ولا قبل ما تروح المنتخب انضميت، ولا بعد ما رجعت من بطوله كاس العالم؟ ده السؤال ثلاث يعني انا عايز اعرف، عشان طبعا انت من ناشئين الاهلي. لا، وفي فتره في النص انت كنت رحت مزارع دينا وبعد كده رجعت تاني النادي الاهلي بعد ما تالقت وبقيت واحد من افضل الباكات ليفت اللي موجودين في مصر، كنت بتلفت الانتباه، تالقت مع منتخب الشباب، تالقت مع النادي الاهلي ولعبت مع مسلمان والجوزي، وفي وقت انتوا يعني حصلتوا بطوله افريقيا والسوبر الافريقي وذكريات مهمه جدا جدا في النادي الاهلي عشتها. هو طبعا زي ما بقول لك انا كنت من ناشئين النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين بالظبط، لعبت في النادي الاهلي مع كابتن شطه وكابتن فوزي سكوتي ساعتها، فجي سنه من السنين كان في بطوله بتاعت اللي هي بتاعت المنطقه، السن بتاعنا ما كانش موجود، فالفرقه ديت يعني كان في فرقه فيها ناس كتير جدا، كان معانا حسين ياسر المحمدي وكان معايا شريف اكرامي، كان معايا لعيبه كتير طبعا. مشينا يعني مشينا من النادي، خدوا مننا واحد بس عشان مواليد 80، يعني يلعب مع مواليد 80 طبعا. احنا 81 فرقه 80 عشان كان في كاس العالم هنا معمول، فكان بيعملوا فرق ساعتها بيجمعوا دوت. فرحت نادي مزارع دينا وابتديت بقى اشتغلت مزارع دينا مثلا من اول 13، قعدت 13 14 و15 سنه، بعد كده لعبت فريق اول 16، اول ماتش ليا 17 سنه بالظبط في فريق مزارع دينا. كان قبل ما اجي النادي الاهلي كنت وقعت، قبل ما اوقع النادي الاهلي يعني كنت بلعب في المنتخب الشباب، لعبت قدام النادي الاهلي ولعبت بالدوري كتير، كنت صغير لسه، فلعبت طبعا لعبت الفتره دي كلها، فرجعت تاني الحمد لله اللي رجعت تاني بيدي وانا عندي 17 سنه يعني. ورحت كاس العالم، لكن عايز اقول لك هل كنتم متوقعين ومتخيلين ان منتخب الشباب بعد التالق اللي تالقتوه في افريقيا جه في دماغكم ان انتم ممكن تاخدوا الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم، ولا انتم تعبتوا واستعديتوا وربنا كافئكم على التعب والمجهود؟ بص عمر، اي حد يعني اي حد بيبقى حاطط بلان قدامه او عاملين خطه كبيره اللي انت تقدر عايز هدفك ايه، فاحنا من اول يوم حتى مع كابتن شوقي غريب ما كنا موجودين اتكلم معانا ان احنا لازم ان شاء الله نبقى في بطوله افريقيا، لازم نكون لنا مركز فيها، نطلع على المنصه ان شاء الله
ونفس الكلام كاس العالم لازم كلنا تواجد موجودين فيه. بس احنا كنا بناخد خطوه خطوه، فالاعداد بتاعنا حتى قعدنا اول شهرين رحنا اول بطوله في جنوب افريقيا اسمها الميريديان، طبعا معروفه طبعا، خدنا فيها ثالث، فخدنا فيها ثالث، فدي كانت بعد شهرين، فشهرين تاخد ثالث على اسبانيا كانت موجوده وبرتغال وجنوب افريقيا، فرق كبيره يعني منتخبات كبيره. كانت نتيجه مبشره ان انتوا تحصلوا على المركز الثالث، بداتوا تتفائلوا، بداتوا ان انتوا تقولوا ممكن يكون في امل كبير ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه كاس العالم. اكيد ده كان حافز ليك لما انت تكون مثلا لسه بقالك شهرين بالظبط بتتجمع زي المنتخبات الموجوده الفتره دي، مثلا اول شهرين لسه بيبتدي يعني مثلا كابتن ربيع مثلا جينا على السيره بيلاقي بيبتدي ايه بيعمل انتقاء وبيختار وبيلف ويجيب عشان يجيب لعيبه لمنتخب مصر، فانت من اول شهرين كانت استقرت يعني الموضوع استقر وابتديت تلعب. فلما تلعب في ظل في تجانس ولسه في لعيبه من هنا واحد من هنا واحد من هنا، فتقدر تعمل شكل كويس وتقدر تاخد بطوله، فدي بالنسبه لك كان حتى هنا كمنتخب وليد قال لك منتخب الوليد من اول حاجه خدنا ثالث يعني. فبعد كده بطوله افريقيا من كتر اللعيبه جت بقى كنا خلاص ركزنا مع بعض، كان بطوله افريقيا بعديها بسنه، فالسنه دي كان لها كان خلاص بقى كل واحد كان عارف اللعيب اللي جنبه ايه وعارف ده بيتحرك ازاي، وكانت القوام بتاع المنتخب ما كانش بيتغير كتير يعني، كان مثلا عندك 30 لعيب او 35 لعيب فكان ثابت، فاللي كان بيلعب كنا ساعات في ميزه كان كمان شوي غريب كان عاملها، اللي انت ما كناش بنلعب السن بتاعنا يعني كنا الاكبر على طول تلعب فريق اول يعني احنا مثلا كنا مثلا 17 سنه يلعب فريق الاول مثلا كان مثلا الانتاج الفريق الاول جولدي الفريق الاول كان في الفتره دي ساعتها فكناش بنلعب السن بتاعنا، فعشان كده خدنا الاحتكاك القوي عشان عارفين طبعا بطوله افريقيا دي كلها مسننين فكانت دي النقطه اللي كانت فرقت معانا كتير. تاني حاجه التنظيم الجيد، لما قلت لك التنظيم الجيد راجل مثلا لمده سنه يعني شوي غريب دماغه في الحاجات دي جامده جدا، اللي هو يحط لك مثلا برنامج لمده سنه عارف توقفات امتى وعارف التجمعات امتى، فبيقدر كان عامل لك بلان ومطوشه وديه كتير جدا، فيقدر يوصل لك في مجهود في وقت كويس اللي انت مش غريب على مثلا بتلعب افريقيا او بتلعب منتخبات المانيا، لعبنا المانيا ماتشين، شيلي دوره شيلي قبل كاس العالم اعداد خدناها، فكان عنده الحاجات دي كلها كان كويس فيها يعني كان نظرته كويسه فيها. بص هسألك سؤال ليه علاقه بكره القدم قوي، بطوله افريقيا وبطوله كاس العالم وانت لعبت الاثنين، البشره السمراء اللي موجوده في افريقيا دايما بيكون في اختلاف عن اصحاب البشره البيضاء، والموضوع للعيب الكوره ممكن واحد يقول لك لا انا ما العبش ضد منتخبات افريقيا، ممكن العب قدام فرق اوروبيه او منتخبات اوروبيه. عايز اعرف منك ايه الفرق، وهل فعلا التحاماتهم اقوى يعني اقوياء، ولا زي ما بيتقال في اول التحام لو دخلت جامد هما بيخافوا وبيكشوا بقيه الماتش وانت اللي بتسيطر على 90 دقيقه كلها؟ لا 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 مفيش الكلام ده خالص. هو بص اوروبا ليها سيستم وافريقيا ليها سيستم ثاني خالص. ايه الاختلاف؟ الاختلاف اولا اللعيب الافريقي ما تخشش معاه تجاري في قوه، يعني دخلت قوه زي ما انت قلت كده مثلا خش في اول كوره قويه، هو طبيعته ربنا خلقه بالفطره هو قوي يعني هو عنده قوه والسرعه دي حاجه ربنا خلقه بيها، فانت ما تلعبوش قوه وسرعه، عشان كده حتى تلاقينا احنا على مستوى منتخبات لما بنلعب افريقيا بنكسب في سن معين. طب ليه بقى؟ عشان احنا بنعرف نتعامل بدماغنا، احنا اذكى بنتعامل كويس، وتاني حاجه احنا احرف، يعني احنا المهاره عندنا عاليه جدا في السن اللي هو 15 سنه و16 سنه والكلام من ده. هو عنده قوه، لو لعبته بقوه يعني سوري في الكلام اللعيب الافريقي مخه ناشف شويه يعني غبي يعني مش هو يعني واخد الكوره هيفضل يجري كده، حتى لو 20 مره هو هيجري كده، هو خلاص هو عارف هيجري كده. فده سيستم فيه. امال الناحيه الثانيه بنتكلم على اللعيب الاوروبي داخل تحت منظومه اللي هو كله بيشتغل في ترس واحد، يعني بتيجي للباك بيحطها لتحت وبتاع نص ملعب بيطلع الباك يعمل كروس تنزل لتحت يغير الناحيه الثانيه، فكله ماشي بسيستم واحد، لو حتى مغلوب 10 هينفذ نفس السيستم بتاعه المدرب بتاعه. فدي ثقافه، ده واحد بيشتغل وهو نفس الكلام، وواحد تاني بيشتغل بدماغه نفس يعني دماغه قافله جدا وهو نفس الشكل هيشتغل بيه. عشان احنا كمان خلي بالك احنا في بطوله يعني في المنتوشه بتاعت اوروبا كلها في السن عند 17 سنه احنا متفوقين. نروح مثلا نكسب المانيا نكسب باثنين ونكسب هنا ونكسب هنا. بعد 17 سنه كل سنه طيب. الموضوع بيختلف، هو بيبتدي بقى يشتغل في الاحمال بتاعته والاعداد بتاعه قوي جدا، واحنا نبتدي ننزل بقى ايه الكيرف بينزل تاني. طب ولا اوروبا كل تركيزهم واهم حاجه عندهم ان اللاعب يكون موجود، يعني لاعب لو لاعب مميز موجود في فريق 17 سنه لا يقولوا ان انا اخده فريق اول واخده منتخب انجلترا مثلا الاولمبي افضل من ان هو يلعب مع منتخب بلاده، هل ده اللي ممكن الاهتمام الزياده عندهم هو ده اللي بيخليهم مميزين بعد كده؟ هي دي نقطة، بس النقطة التانية اللي هم الهم الأكبر اللي هو عايز يبني فريق عنده قوام فريق، يعني مثلا لما يجي مثلا مدرب مثلا بتاع نتكلم منتخب قطر مثلا بتاع منتخب قطر مثلا ماسك الفرقة دي بقاله 4 سنين والظروف خدمته اللي هو بقى ماسك الراجل الأول يعني فهو خلاص هو عارف مين عارف بيجري ازاي وعارف ده بيتعمل ازاي، فأوروبا بتخطط لمدة 4 5 سنين قدام عكسنا. احنا مثلا نيجي مدير فني
اي اتحاد اوروبي، اتحاد الالماني مثلا، بيعمل خطه طويله الاجل لمده 5-6 سنين. خواكيم لوف كان مساعد مدرب، بعد كده مدرب، بعد كده المدير الفني. اتحاد الالماني تدرج لحد ما بقى اتحاد الالماني مثلا بيحط خطه 5 سنين قدام. مثلا عمر جه، ابو مسلم جه، هيمشي على نفس السيناريو ونفس الاعداد، انت فاهم ازاي؟ فدي الثقافه اللي موجوده. ما احنا مثلا جينا في مصر او اي دوله افريقيه، بيجي المدير الفني ممكن يغير لك الشكل من اول وجديد خالص. يعني مثلا مش محدش بيحب يشتغل على الشغل اللي قبليه، بس كده. صح، دي النقطه اللي احنا مثلا ممكن ابتدي من عندك 50% والتجمعات وابتدي اكمل بعد كده واكمل شغلي. لا، احنا لازم نرجع 10% عشان بقول لا انا ما اشتغلتش على الشغل اللي قبليه، لا انا لازم اشتغل من اول وجديد. احنا طب عندنا طب ده ايه سببه؟ هل ده مثلا بيكون نقص في الثقافة اللي موجودة عند المدير الفني، أو مش بلاش المدير الفني، إحنا كمصريين أو كعرب هل ممكن يكون عندنا سياسة عدم تقبل رأي الغير، وإن إحنا بنحب نشتغل ونبني على شغلنا إحنا؟ دي حاجة، دي نقطة كبيرة جدا. تاني حاجة، إحنا لما أي بره أي منتخب بيبقى عنده كل جهاز كامل، كل واحد بيشتغل الشغل بتاعه. يعني المعد اللياقة البدنية، معد اللياقة البدنية، الراجل بتاع مخطط الأحمال هو نفس الكلام، الراجل مخطط الأداء نفس الكلام، كل واحد بيعمل شغله. تاني حاجة، الفريق كله بيجتمع على ترابيزة واحدة بيتكلموا في الصلاحيات اللي هي بتاعت الفريق. أما إحنا في مصر لا، ممكن يكون المدير الفني عايز يبقى هو مدرب الأحمال، يكون هو اللي بيسلمهم اللبس، ويكون هو اللي بيعمل لهم سكر الطيران. فانت فاهم ازاي؟ فهي دي المشكله الكبيره، اللي احنا كل واحد بيحب يعمل كل حاجه، هو المسؤول الراجل الاول، لازم ادي الناس كلها تشتغل. طب عايز اسالك سؤال على مهنه محلل الاداء. دلوقتي احنا في مصر بدانا ناخد كلمه محلل الاداء دي بقت تايتل او بقت لقب في مصر. هل انت شايف ان ده لقب مهم، او دي او ده راجل ذو اهميه كبيره جدا داخل كل فريق او كل منتخب؟ ولا في مصر انت شايف ان المدير الفني بيحب يعمل اتنين في واحد، يبقى مدير فني ويحلل الاداء في نفس الوقت فيعمل كل حاجه، هل شايف وجوده مهم محل الاداء؟ لا، هي خلي بالك النقطه ديت في مصر لسه بقى مثلا بقى لها سنتين او ثلاثه. بالظبط، ما هي انا عايز اقول لك موضه لسه جديده. ما احنا بنتكلم مثلا، كنت انا في اوروبا، كنت في 2006، الراجل ده كان موجود، ده تاني واحد بعد المدير الفني. بالظبط كده، ده لازم يكون تاني واحد بعد المدير الفني. هو مثلا الجزء الاولاني اللي كنا بناخده اللي هو الفيزيك بتاعنا، بناخده مثلا 50 دقيقه او 30 او 35 دقيقه حسب الحمل اللي احنا هناخده. هو بيشغل معاه الشكل، يعني هو بيشتغل معاه البرنامج، بنشتغل معانا البولر بتاعنا، البولر بيتحط الساعه والحزام عشان بس الناس اللي عارفه البولر دي الساعه المتحكمه في ضربات القلب. ضربات القلب عشان نبقى برضك مفهمها للناس، لما كل الضربات زادت قوي بيقدر يقول لك اقف من الجهاز، بيقول لك يقدر ده يقف فلان، ده يقف خلاص، وصل لحد الاخر. تمام، فمعاك البولر بتاعك، معاك حاجتك، بتشتغل اول 35 دقيقه او ال 40 دقيقه اللي بيعملهم اللي هم التحمل بتاعك، والمدير الفني قاعد بره، بيكون واقف بره، يعني واقف في الملعب بيتفرج بيشوف الدنيا. اول لما يخلص تمرين بتاع المعد اللياقه البدنيه بيروح قاعد على الجهاز بتاعه، متابع الكمبيوتر، شايف ده جري قد ايه، ده عمل قد ايه، كل حاجه موجوده عنده على الداتا. وبعد كده المدير الفني بينزل يعمل التكتيك بتاعه. ده كده ده الشغل الموجود اللي هو الشغل البروفيشنال اللي الناس اللي شغاله بره. فعشان كده هتلاقي مخططين الاحمال والاداء بره اسعارهم غاليه جدا، تلاقي مثلا زي المدير الفني. اما انت مثلا جبت حد هنا يقول لك انا مثلا باخد 10، هيقول لك لا ده انا مدير فني ما اخدهمش. انت فاهم ازاي؟ ده هيسترخص. فدي مشكله. ايوه والله دي مشكله. فعشان كده بقول لك احنا الثقافه متغيره شويه، يعني الثقافه كمصر عن اللي بره، الدنيا لسه ابتدى بقى لها سنتين ابتدى نحاول شويه. خلصتوا بطوله افريقيا واكيد كنتوا يعني مبسوطين بالاداء اللي اديتوه. كابتن شوقي اكيد كان فخور، واكيد الجهاز الفني كان فرحان جدا انه يشوف الشغل اللي كان بيطبقه خلال سنوات قبل كده انه يتنفذ على ارض الواقع وتاخدوا بيه بطوله. خلصتوا بطوله افريقيا، بتستعدوا لبطوله كاس العالم، والاستعداد اكيد كان استعداد مختلف، واكيد طبعا مباريات والسفر والحاجات دي كلها. لكن بدايه بقى سفرك لكاس العالم واول مباراه، واكيد كان احساس مختلف انك تلعب في بطوله كاس العالم، وكمان ماتش الارجنتين عايزك تتكلم معايا في كواليسه. يعني انا بتكلم كنت لسه بقول لك قبل الهوا، اشمعنى ماتش الارجنتين؟ عملت عشان ماتش الارجنتين انت خسرت نتيجه كبيره جدا، لكن عرفت تلم نفسك وتكسب المباراه اللي بعديها، وكمان تكسب هولندا وفنلندا وتاخد ثالث عالم امريكا كمان طبعا. فهو ده وباراجواي، هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت ازاي من هزيمه كبيره تعرف تلم نفسك وترجع تاني تاخد تايتل وتبقى موجود على المنصه. فده انا شايفه انجاز او نقطه تحول في اراده وفي عزيمه. ما دوت الثبات اللي لازم يكون عندك ثبات انفعالي، ثبات نفسي، ويكون واثق من نفسك جامد جدا. اولا بطوله كاس العالم احنا ما كناش زي ما قلت لك، الاعداد الجيد اللي احنا كنا عاملينه وفر علينا مساحه كبيره جدا، قدرنا نشتغل. مثلا اول ماتش تعادلنا مع جامايكا، الموضوع كان احنا كنا اعلى شويه، ضيعنا ضربات جزاء، يعني كانت السيناريو مختلف تماما. فالماتش الثاني كان بتلعب صاحب الارض،
فماتش الارجنتين ده كان ماتش ليه كواليس خاصه ثانيه خالص جدا. انا عايز اعرف منك الحاجات اللي انت مش بتحكيها، انا عايز تقول لي هنا حاجات اول مره الناس تسمعها. هي اول مره الناس تسمعها. انا عارف ان في طبعا يعني لا احنا هنتكلم بقى على لعيبه المنتخب واكيد بقى انا عارف الهزار والضحك وفي مواقف كتيره جدا. يعني فاكر مباراه غانا؟ طبعا كان فيها افيه بتاع قده. ده قده ده كان حاجه ثانيه، كان محمود طب بالظبط لا اصل انا كان طب انت فاكر اللي فيه ده؟ طبعا كنا طب عايز اسمعه منك. لا هو كان محمود كان معانا مساك وكان معانا حسين امين ورا. طبعا محمود نجم نادي الزمالك طبعا واحد لعيبه منتخب الشباب. محمود كان معانا وكان جون صبحي محمود حسين امين ابو المجد مصطفى، انا كنت بلعب الناحيه دي ناحيه الشمال، ومحمد شوقي ومحمد عبد الواحد ورضا شحاته والياماني، وكان معانا ساعتها ميدو وكان معانا محمد عبد الله كمان كان احتياط. تمام. فاشتغلنا في الشغل، فاحنا في درجه الحراره هناك كانت مثلا تقول مثلا 50 درجه الحراره كانت حر. احنا نزلنا الملعب لقينا الصهد جاي في وشنا، فكابتن شوقي قال لنا بصوا لا احنا يعني نسخن بحاجات بسيطه خالص وتعمل اطالات، اهم حاجه اشتغل اطالات كويس عشان الجو ده احنا تحت السكيره احنا سخنين يعني. فكان محمود جنبي، فكان اسماعيل قدو ده كان بيلعب بطوله افريقيا ولعب قدام الاهلي والزمالك هو صغير بس سريع جدا فقد كده. فكره جت كده في الاول فقلت له شعبان خلي بالك، انا هو اسمه محمود بس نقول له شعبان يعني. قلت له خلي بالك اسماعيل قدو لعيب كويس قوي وقوي جدا وبتاع. فاول كوره راح دب راح جاب جون، الجون راح 2-0 اول ربع ساعه. فطبعا قلت له محمود دمه خفيف يعني، فقلت له محمود ايه الموضوع؟ قلت له يا عم اسماعيل قد، قال له قد مين؟ مفيش حد قده. هو بس هو كان بيتكلم بجد. هو بيتكلم يعني هو فاكر ان انت بتقول اسماعيل. محمود عمال يجي عنده كرشه نفس فوقف ورايا عمال، قلت له محمود اسماعيل قده مش هينفع كده، قال لي قده مين؟ مفيش حد قده ده خالص. فدي من المواقف لا انا عارف انتوا كنتوا منتخب لعيبه كانت بتحب بعض ودمكم خفيف، ودايما ده انا شايف ان هو سبب من الاسباب القرب والترابط والحب طبعا. هو ده سبب من اسباب ان انتوا وصلتوا لنتيجه في الاخر سواء في افريقيا او في بطوله العالم. وخلي بالك كان في ظل الظروف دي مثلا بتتغلب مثلا 7 من الارجنتين والماتش صعب جدا، فلما نطلع بعد الماتش مثلا يعني بناخد دش وناخد شاور والدنيا مكهربه وبتاع، فتيجي مثلا تبص لحد جنبك تلاقيه بيضحك يعني هيضحك مش قادر، انت فاهم ازاي؟ فاحنا مش مصدقين ان احنا خدنا 7 دي مش يعني مستحيله. ما انا عايزك بقى تقول لي تحكي لي الكواليس اللي انت عمرك بقى ما قلتها. لا هو في ماتش الارجنتين عايز اعرف هل وسط الماتش كان فيه اكيد بيطلع قفشات في الملعب، انا واحد لعيب كوره وعارف ان ممكن يطلع قفشات. القفشه الكبيره اللي هو انا كنت حسام غالي كان بيلعب في نص ملعب، فحسام كابتن شوقي قال هتلعب مساك عشان سافيولا قوي جدا وعنده السرعه وانت عندك جدا. السرعه وانت دماغك كويسه في الكوره وعارف بيتوقع ازاي وبيعرف يجري ازاي، فحسام من الناس اللي هي قويه جدا يعني. حسام ما شاء الله عليه حتى لما يتعمل جامب بيطلع ياخد الكوره على صدره ما بيطفش يعني، انا ما شفت لعيبه كلها بيلعبوا الكوره تيجي عاليه بيلعبها بدماغه، فحسام غالي بيطلع ياخدها بصدره ويلعب كوره يعني هو لعيب كوره. فقلنا خلاص ماشي، فجه جنبي فقال لي بص في التمرين بقى قال لي اطلع زيد زي ما انت مالكش دعوه بالخط الدفاع ده خالص، ما تجيليش وانا مش عارف اشوفك ورا امان. قال لي بص، وقلت له حسام قال لي ما تقلقش فوق وتحت ما تقلقش، فقلت له خلاص اتكلنا على ما فيش مشكله. خلاص اتكلنا على الله. ده الباك ليفت لما بيسمع الكلمه دي بيطمن قوي وخلاص. لا غير كده كمان انا كنت الفتره دي كنت فايق جدا وكان جاي لي عروض كتير، وتاني حاجه كنت عامل ضربه جزاء الماتش الاولاني وكانت الدنيا عايز تفوق بقى. كنت فايق خالص فقلت له خلاص. فاول ربع ساعه راح جبنا اول جون، انا طلعت عملت بالعرض رحت جايب جون الاول. فاول دقيقه اول 3 دقائق اعتقد عملت الكوره بالعرض لليماني. اليماني جاب جون، هي كنت جمله على طول بروح معدي وراح عاملها على الارض على اليماني بيحطها ببطن رجله على طول. ف1-0 اول 5 دقائق فقلنا حلو قوي الحمد لله. بعديها بقى الدنيا لقيت مثلا 3-0، بعديها ب 10 دقائق لقينا 3-0 3-1 3-1. فبصيت كده روح سامله 3 سافيولا، فبصيت له كده فلقيته بيشاور اللي كان شاور بقول له تغيير انت فاهم. فقلت له ايه الحكايه؟ قال لا مش قادر. قلت له ايه؟ قلت له ما الاسد اللي ورايا بس وبتاع. فدي من الحاجات تلاقي انا حتى في اوضه اللبس لما دخلت عملت شاور وبتاع قال لا هو مش طبيعي الستارت بتاعه مش طبيعي. فدي من الحاجات. كان لعيب متعب. لا سافيولا كان لعيب قوي جدا، كان عندك سافيولا كان قوي جدا وعندك رودريجيز كان واحد في نص ملعب حاجه، والاسجاندر ده كان بيلعب في ليفربول حاجه. لا كانت فرقه متكامله، كوليتشيني السيرد باك ده اللي راح لعب في فرنسا كان طبعا كوليتشيني كان كابتن نانت. ففي كان في كانت الفرقه كانت قويه جدا. فدي من الفرق. وخلي بالك البطوله دي احنا كنا نوصل للنهائي بس لولا ماتش غانا يعني اللي طلعنا بردك في بطوله افريقيا قبل النهائي غانا اللي اتغلبنا فيه بردك 1-0 لما كان شيتس ماسك 1-2 متر وهو كان قد كده فجاب فينا الهدف.
فحتى دي كانت غلطه. شيتوس كان ماسك ما دي كان الكابتن شوقي قال شيتوس ما ترجعش. فمش عارف كان مين كان راس حربه باين ابو جريشه او اليماني. اليماني ما رجعش فقال لي شيتوس خلاص امسكه مش هتيجي لك يعني. الراجل واقف كده فالراجل ده 2 متر فالكره جت عملها كده ف 1-0. فدي طب شيتوس قال ايه بعد ما كان لقاك بص جنبه لقى واحد طويل مفيش اي تجاوز؟ لا شيتوس ما شيتوس خلي بالك يعني ده شيتوس دماغه جامده جدا. قال لك انا مش جعان وانا اللي رجعني ورا انا رجعت لقيته نفسه تعبان فرجعت بس كده خلاص شايل التاني على طول. بس هي كانت مواقف حاجات كانت جميله يعني. طب بعد مباراه الارجنتين زي ما انا قلت عرفتوا تلموا نفسكم وعرفتوا ان انتوا تخشوا في اجواء البطوله تاني وعرفتوا ان انتوا تاخدوا يعني ماتش غانا طبعا بالظروف اللي حصلت لكن باراجواي فنلندا هولندا اكيد ثلاث مباريات كانوا قويه جدا وكمان مباراه هولندا بقى مع لويس فان خال اعتقد كان المدير الفني. كان المدير الفني يعني كان لسه يعني مخلص من برشلونه كان مدرب ليه اسمه وليه تقله في اوروبا عكس ما كان موجود مع مانشستر يونايتد وكمان هونتلار كان واحد من اللعيبه اللي كانت موجوده في ارض الملعب. عايز اعرف مباراه هولندا بالتحديد اتعاملتوا معاها ازاي وازاي قدرتوا تتفوقوا على واحد من اكفأ المدربين اللي موجودين في العالم في الوقت الحالي وعلى مر التاريخ لويس فان خال وبرده عايز اعرف يعني كواليس اللي كانت موجوده في مباراه هولندا. لا مباراه هولندا كنا بنلعب في بلد تانية مثلا زي من القاهره كده من القاهره الاسماعيليه يعني مثلا مسافه صغيره بتاع ساعتين فاحنا غيرنا الاوتيل وغيرنا مثلا سيبنا العاصمه ورحنا هناك فلعبنا ماتش كانت هناك الجو احسن كتير كان بس كان في مطره كويس يعني مطره كتير شويه فروحنا كملنا الجو هناك. الناس الصراحه كانوا يعني عامه في الارجنتين انا بحبها يعني الارجنتين حتى انتوا كنتوا طبعا البطوله كانت بتقام في الارجنتين عشان كده انتوا كنتوا في مجموعه الارجنتين كنتوا قاعدين في بيونس ايرس. ايوه بيونس ايرس فانتوا انتقلتوا من بيونس ايرس عشان طلعنا الدور الثاني فاحنا بالزبط. الاول بيكمل في مجموعته في ملعبه والتانيين بيروحوا المجموعه الثانيه فرحتوا الملعب الثاني كانوا حافظين محل الاقامه هما غيروا محل الاقامه طبعا وهم هم اصلا حافظين الملعب ده عشان كان بيلعبوا عليه هم اول هناك فطبعا الاول بيلعب الثاني من الناحيه الثانيه من المجموعه الثانيه فروحنا هناك وكملنا والماتش كان قوي جدا اول ربع ساعه كان في موقف برضه كويس انت فكرتني بيه كان الكابتن شوقي بيقول في عندهم هم باك رايت تلعب له كوره كده من الجنب الباك رايت راح معدي وعامل الكوره في شيطة على العرض القريبه ده كان بيلعب عليك ده كان بيلعب عليا مش فاكر هو مين او كان بيلعب في الدوري ايه مش فاكره بالظبط بس دوت هي واحده بس يعني هي واحده بس يعني طول الماتش مفيش حاجه خالص هي واحده اول ربع ساعه عمل كده عدت عمل بكروس من بعيد اول عرضه القريبه فانت دار بيقطع عليها او راس حربه بيقطع عليها بس احنا بس هو بيشوطها قويه جدا بوش رجله فتخبط في اي حد بس دي كانت ارتفاعها كده متوسط تمام. فكابتن شوقي قال لنا خلي بالكوا عشان الراجل ده بيعمل كذا وخلاص صبحي خلي بالك عشان هو بيشوط ما بيروحش ما يعملش كروس طويل او اللي هو الاوفر العالي جدا لا هو بيشوط ببطن رجله فصبحي راح ماسك الكوره وراح مدخلها فينا في العرض في العرض القريب فقعدنا طبعا بعد الشوط الاولاني فما راحوش خالص الشوط الاول خلص 1-0 بس 1-0 تمام نزلنا الشوط الثاني اول كوره برده جات لي رحت معدي ورحت عاملها اليماني اليماني راح معدي لا حسين امين اللي جاب الجون الاولاني من كورنر ببطن رجله بعد كده جات لي اليماني عديت انا من جنب ورحت عاملها له نفس الموضوع اليماني عدى من واحد والثاني وراح شايطها فكسبنا 2-1 بس فهي مباراه جمهور الارجنتين كان بيحبكم كان متعاطف معاكم جدا يعني جدا يعني من الناس من كتر من اكتر الجماهير اللي الواحد حبها شافها في حياته يعني كل اللقاءات اللي احنا لعبناها كانوا بيشجعونا صراحه يعني وخلي بالك مش احنا بس المنتخب كمان اللي خدنا ثالث يعني حتى في منتخب ثاني بتاع الصالات اللي خد ثالث في الارجنتين خد ثالث في الارجنتين هتلاقي نفس الكلام الجماهير الارجنتين علاقه قويه جدا مع بيحبوا مصر جامد جدا بيتكلموا عليها كويس بيشجعونا من غير اي حاجه فهي من الناس من البلاد الواحد بيحبها جدا يعني انا قعدنا فيها بتاع شهر ولا طبعا قعدت فيها لحد الاخر عشان مركز ثالث وخلي بالك لما طلعنا قبل نهائي من غانا لعبنا غانا برضك وطلعتنا قعدنا هناك وكنا الجو الحمد لله احنا مثلا كسبنا ثالث لو كنا مثلا كنا لعبنا نهائي وكنا خسرنا كان هنرجع زعلانين فالحمد لله برضك اللي انت لعبت ثالث ورابع ورجعت كسبان برضك فرحان يعني رجعت هناك وانت مبسوط رجعت مع منتخب مصر بالميداليه البرونزيه عايز اعرف الوقت ده احمد ابو مسلم بقى العروض اللي كانت بتنهال عليه وهل قرر انه يركز مع النادي الاهلي ولا قرر ان هو ياخد تجربه الاحتراف ولا كان مأجل خطوه الاحتراف دي لحد ما يعني ينضج بعض الشيء اكتر مع النادي الاهلي ويجرب اللعب مع النادي الاهلي هيكون عامل ازاي في الفريق الاول مستر مانو الجوزيه مين مدير من اول مدير فني كنت موجود معاه في النادي الاهلي ما انا عايز اقول لك كواليس توقيعي للنادي الاهلي اصلا ما قلتلي بقى لا ديت انا برضك يعني ما حدش عرفها دي اول حاجه انا كنت في مزارع دينا وكان مسكني الله يرحمه كابتن احمد رفعت
كابتن احمد رفعت زملكاوي زملكاوي، نجم نادي الزمالك فزملكاوي زملكاوي. فكنت ماشي كويس جدا، كان جاي لي عرض الاهلي وكان جاي لي الزمالك. وكان جاي لي كابتن، كان وكيل اعمال اسمه كابتن منير حسن زملكاوي، كان جايب لي عرض من المانيا. طبعا كابتن منير حسن طبعا. فكان جاي لي ثلاث عروض. فانا طبعا كان اي حد، كان انا كنت عشان النادي الاهلي كنت عايز النادي الاهلي. فكابتن احمد جه فتره انا ما لعبتش في مزارع دين، قعدت شهر ما بلعبش. مش عايز تلعب؟ لا، هو بره تشكيل. بره التشكيل. وجيت نادي مزارع دين عايز يمضيني عقد احتراف وانا لسه 17 سنه. كنت عادي هاوي؟ هاوي. قلت لهم لا مش هوقع. بعد محاولات بتاع مضيت مثلا 5 سنين، قالوا لي العقد اللي هيجي لك هنسيبك، يعني هنسيبك. فده كان قبل كاس العالم، خلي بالك. فجه بقى العرضين جولي، فكابتن احمد قال لا هتروح الزمالك. قلت له لا، انا ما الزمالك ايه، ما اروحش الزمالك يعني نادي. قلت له لا، انا اهلاوي وعيلتي اهلاويه واهلي، وانا متربي في نادي الاهلي، هروح الزمالك اعمل ازاي؟ ف انا عارفك ومتخيل طريقتك، كنت بتقول مش هيبقى فيش زمالك، هو اهلي. انا هي كده قفلت معايا. انت عارف اعمل اللي انت عايزه بقى. ايوه طبعا. فقلت له لا، انا هرجع بيتي، انا ما يعني انا ما بحبش، مش هروح، انا نادي كبير وكل حاجه، بس انا الطبيعه انا ما بختلف، يعني ما بحبش العب بس. فروحت بقى هناك وبيتوقع، فكابتن عدلي كنت في معسكر المنتخب 17 سنه في فندق المنتخبات اللي هو في استاد القاهره. فلقيت تليفون مثلا السكرتير بتاع نادي مزارع دين عمال يكلمني كل شويه، بتاع المهندس محمد حسين عثمان يعني ربنا يشفيه، كل شويه يكلمني. فانا قلت اكيد عملت ايه، اكيد حصل كارثه في النادي يعني، فاهم انت، ما انا بقالي شهر ما بلعبش وفي حاجه، قلت اكيد في حاجه حصلت يعني. فقال لي تعالى دلوقتي. قلت له اجي فين، انا في منتخب، وكلم كابتن شاوي، كلمه كابتن شاوي. فمش عايزين مكتمين على الموضوع خالص، لحد لما جه كابتن شاوي لقيته بيكلمني. كابتن شاوي قال لي روح اطلع معسكر، روح الاداره بتاعت النادي عشان في حاجه، ما اعرفش، في حاجه مهمه، هو عارف طبعا مش عايز يقول لي يعني. فرحت لكابتن عدلي، فلقيت كابتن عدلي قال لي، لقيته بيكلمني، كان مش خلص الاداره وخد الاستغناء وراح النادي الاهلي، وقال لي تعالي النادي الاهلي. فقلت له انا اروح النادي الاهلي يعني ازاي يعني، انا متخيل. فلقيت المهندس محمد حسين كلمني قال لي احمد مبروك، انت رحت النادي الاهلي وخلاص يعني، وخدت الاستغناء وكده. فطبعا ما كنتش مصدق يعني، كنت ماشي بالعربيه، ما يعني انا كنت راكب مع حد، فماسك التليفون قعدت بتاع 5 دقايق 10 دقايق كده عمال مش مجمع خلاص. بس كنت فرحان جدا عشان انا كنت عارف يعني النادي، وكنت ان انا راجع بيتي تاني. فحتى رجعت يعني، حتى رحت كابتن علي في وقعت وكده، ورجعت تاني المعسكر، كان الموضوع تاني يوم متعرف. ما كنتش لعبت النادي الاهلي خلي بالك ولا ماتش يعني، انا وقعت وسافرت رحت مع المنتخب. فجالي سفر، جالي بقى العروض زي ما قلت لك. النقطه الثانيه، جالي العروض من جانب فاينورد. اول حاجه جالي مليون حاجه بس فاينورد، هل ده كانت في نفس الدوره ونفس المباراه اللي تم اختيار حسام غالي فيها الفاينورد، دوره قطر اللي انت خدت فيها مركز أيوة اول؟ أيوة. يعني فاينورد روتردام، بس ده بس انا دي دوره قطر كانت في الاخر لما كبرنا كنا منتخب اولمبي. انا جالي فاينورد، جالي 3 انديه تمام، فاينورد روتردام، فاينورد روتردام، وجالي نانت الفرنسي. ورحت عملت تراي هناك وخلصنا كل حاجه، بس النادي الاهلي لما طلب 1.5 مليون كان الموضوع صعب شويه لما يدفعوا. نص دولار يورو، مليون ونص يورو كان في الوقت ده طبعا رقم كبير يورو جدا، رقم كبير جدا في ناشئ افريقيا عامه يعني. وتاني حاجه كان شالر وال طبعا في بلجيكا، في بلجيكا. فثلاث عروض جه، فحتى الراجل بتاع فاينورد جه نزل يعني، جه اللي هو مدير التسويق بتاع النادي، والوكيل الاعمال هناك اللي هو كان اسمه فارير ساعتها، نزل هنا وودي كابتن عدلي، قابلته بيهم وكده. فكابتن عدلي قال لي انت اكتر واحد وجعت لي دماغي من كتر العروض بتاعتك. فقلت له يا كابتن طب انا هعمل ايه؟ قال لي انت لسه ما لبستش الفانيله الحمراء، عايز تسافر ازاي؟ انت عايز الناس تولع فينا ازاي يعني؟ انت فاهم ازاي؟ كنت انا راجع من كاس العالم كانت حاجه ثانيه، وكنت واخد احسن باك ليفت في بطوله اللي هي بتاعت كاس الامم الافريقيه اللي هي بتاعت 1000 الشباب. فرجعت وقعدت بعدها فتره، قعدت العب طبعا، كملت مع النادي الاهلي. وبعد كده رحت نانت، الدنيا طبعا زي ما اختلفت. وبعد كده ستراسبورغ بقى اللي كان اخر 6 شهور فعالي. طب انا النادي الاهلي بقى عايز اقف عند النادي الاهلي، انت اتمرنت مين اول مدير فني كان موجود في الوقت اللي انت كنت انا جيت فيه؟ اول مدير فني كنت كان ديسكي. كان لسه كان اخر ماتش اللي هو قبل الماتش اللي هو الكاس اللي هي بتاعت اللي خد فيها الكاس. وبعد كده كان بيلعبوا في الصيف اللي هي الدوره بتاعت الصيف اللي هي بتاعت ديسكي وكابتن مختار. كابتن مختار واتمرنت معاهم اول هو اسبوع. هو ديكسي مستر ديكسي، اخدت معاه بطوله الكاس. وبعد كده ما لعبتش معاه بس كان احنا كنا وقعنا، كنت انا ورضا وقعنا وكنا جايين نتمرن بعد ما هم كانوا هيلعبوا خدوا كاس مصر، وكان هيلعبوا في دوره اللي هي بتاعت الصيف اللي هي المهرجان بيتعمل الصيف ده، كنا بنلعب تبع الشباب اتحاد جده. يعني ماتش اتحاد جده اللي هو البطوله اللي بتتعمل، الماتش اللي هو بتاع السنه واللي كان بيتعمل دوت. فجيت اتمرنت معاهم اسبوع بالظبط ولعبت الماتش، لعبت اول ماتش لعبت اتحاد جده.
طيب بعد مستر ديكسي اعتقد جه مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه جيت انا كملت مع مستر مانويل جوزيه الخمس سنين اللي هم يعني خمس سنين الا ست شهور اللي هم اخر ست شهور اللي هم كانوا في عقدي. كنت لعبت في اليابان وخلي بالك في مفاجاه غريبه جدا اللي انا ابتديت حياتي مع النادي الاهلي ماتش اتحاد جده ماتش اتحاد جده وانهيته اتحاد جده في كاس العالم اليابان. فدي كانت من حاجات برضك اللي هي في الواحد كان مستمتع بيها. اللي انت مانويل جوزيه اعتقد كان مدرب مميز جدا وشخصيته باينه وعمل بطولات وانجازات. عايز اعرف ايه اهم المحطات اللي احمد ابو مسلم حققها واستفاد منها من خلال وجود مانويل جوزيه في منصب المدير الفني للنادي الاهلي؟ لا هو مانويل جوزيه كان شخصيه كبيره جدا مدرب كبير. ايه الاهم الشخصيه ولا الفنيات؟ الاثنين مع بعض لازم الاثنين مع بعض. طب ايه الاول؟ اللي في مصر بالذات لا ببص كل حاجه يعني مثلا في مصر لازم تكون شخصيتك قويه جدا مع الفنيات بتاعتك. لو العكس مش هيمشي. لو العكس مش هتمشي. اللي هنا في مصر اللعيبه مثلا بلغه الكوره مش فاهمين كويس قوي يعني بيعرفوا يتعاملوا ازاي مثلا ده طيب ولا لا مش طيب انت فاهم ازاي؟ اللعيب في مصر لو لقى مدير فني طيب هيبقى الموضوع فيه اختلاف. هيقول لك هتلاقيه مثلا بيعمل كل حاجه يقول لك انا جاي متاخر ليه يقول لك لا اصل انا عربيتي راحت فين وجت منين يعني بيعملوا اي كلام انت فاهم ازاي؟ مش هينفذ يعني انت فاهم الموضوع ازاي؟ فلازم يكون عنده بالذات بقى في اوروبا الموضوع بيختلف فنيات اكتر يعني في اوروبا هو عارف راجل بروفيشنال فعارف بيتحاسب على ايه ويقدر هيتخصم منه ايه لو سعره هيبقى كام. فتلاقي اللعيب الكوره خايف على نفسه وعلى المستوى بتاعه. صح. فدي ثقافه ودي ثقافه ثانيه خالص. فهو زي ما قلت لك مدرب كبير. ثاني حاجه احنا كنا في الوقت ده ساعتها في النادي الاهلي كانت خدنا بطوله افريقيا كان بقى لها 8 سنين في النادي الاهلي ما دخلتش. اول حاجه اللي هي سنه 2001 2002 او 2001 2001 متهيألي تمام خدناها كان بقى لها 8 سنين واحنا كان عمرنا كلها بتاعتنا كانت 17 سنه. كنت انا وحسام غالي ابو المجد مصطفى رضا شحاته سعيد عبد العزيز كان معانا بس كابتن هادي كان كبير شويه وليد صلاح الدين محمد فاروق علاء ابراهيم خالد بيبو علي ماهر احمد بلال بلال كمان كان بلال كان معانا ايوه كابتن بلال كان فكان في كان عمار منين ما كانش عندنا الا خمسه هشام حنفي كان عندنا خمسه او سته كبار بس والفرقه كلها كانوا ناشئين. فكانت اول بطوله كان لها يعني ليها احساس خاص اللي انت بقالك 8 سنين ما دخلتش النادي الاهلي بطوله افريقيا وجبناها بالسن الصغير ده. بعد كده خدنا كاس السوبر اللي هو خدناه من كايزر تشيفز هنا في مصر. فالحمد لله من سن الصغير 17 سنه كده ابتديت تاخد بطولات فدي اديتك تقل خلاص بقيت متعود على البطولات. تاني حاجه بقيت مشتاق اللي انت في فتره اللي انت خلاص انت صغير كاس 17 سنه بتاخد بطولتين عايز اشوف اكتر من كده كمان يعني انت راجع مثلا واخد ثالث العالم عايز اخد من عند الاهلي اكتر من كده كمان. لعبت مباراه الترجي في الترجي اللي انتهت 1-1 انا كنت في الفتره دي ساعتها انا ما لعبتش بعد رباط صليبي كانت جت رجال رباط صليبي في التمرين قعدت 6 شهور وبعد كده رجعت تاني. فكان ساعتها كان جيلبرتو بقى ابتدى يلعب في المكان ده عشان ما كانش في حد اشول خالص في المكان ده فلعب وبعد كده انا ابتديت ارجع العب على فترات. فكان اخر حاجات في عقدي 6 شهور فكان جاي لي عروض كتير فقلت ابتدي اشوف في التجربه كان يعني التجربه وكده. مباراه الترجي كانت صعبه جدا الترجي كان تقيل جدا ساعتها رياض الجعايدي عندك رياض الجعايدي وعندك رياض ابو عزيزي وعندك طارق ثابت الباك رايت كان بيلعب عليا ابيض كان عندك كبير جدا. انا في موقف عمري ما انساه كنت لسه صغير 17 سنه زي ما بقول لك وكنت جيت مسكت رياض الجعايدي تعرف اسمر اللي هو بتاع بولتون ده طبعا 2 متر ولا 2 متر وحاجه دلوقتي هو مدرب فريق شباب فريق شباب هنا أيوة تمام كده فمسكته فانا طبعا صغير وهو 2 متر وحاجه فقعد يضحك لما مسكه بتاع فكنت انا ماسكه على العرض القريبه فقلت له لا تعالى بقى مش عارف كان في حد اطول من كان مين كان علي ماهر قلت له انت همسكه انت لا انا همسك 2 متر ازاي وقفت على العرض قعد يضحك يعني هو قعد يضحك وانا كنت لسه صغير طبعا فدي من مواقف الترجي كان زمان كان مباراه كانت صعبه المباراه كانت في تونس صعبه جدا بعد التعادل هنا في القاهره كابتن سيد جاب هدف التعادل يعني هدف صعب جدا لكن اعتقد ان هي دي كانت بوابه الفوز والعبور بالنادي الاهلي في لقب افريقيا الغايب عنه لفتره طويله جدا. طبعا الماتش كان صعب جدا بالذات احنا كمان كانت فرقه بتلعب فرقه كبير جدا ونسينا اقول لك كلينتون ده كان بيلعب وسانتوس ده راس حربه فكان تشكيل قوي جدا مش زي دلوقتي يعني الترجي مثلا دلوقتي طبعا لا يمكن الدنيا كانت زمان كانت مختلفه وكانت معروفه ال 11 لعيب احنا عارفينهم هم عارفيننا فكان الماتش صعب جدا كمان زي بتلعب في استاد المنزه كان حاجه بيبقى كله متقفل فكانت الدنيا مختلفه ماتش صعب بس الحمد لله كان ربنا اكرمنا ان احنا كنا رايحين مركزين جدا ودي طبيعه النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي اي لعيب النادي الاهلي متعود على البطولات متعود على اللي هو عمره ما يسلم بسهوله فكنا رايحين مركزين فالحمد لله ربنا اكرمنا الفتره دي وقدرنا نجيب البطوله كان من نصيبنا يعني. ك
كاس العالم للانديه كان دافع ان انتوا في مباراه سان داونز مباراه نهائيه ان انتوا تقدموا اداء رائع وان انتوا تفوزوا بسكور عالي وفي نفس الوقت يكون عندكم الحافز والدافع ان انتوا تفوزوا بلقب افريقيا. هتلعبوا كاس عالم وكاس عالم هيبقى فيه كل فرق العالم الكبيره يعني كل قاره اقوى فريق فيها هو اللي هيكون مشارك في اوروبا في امريكا اللاتينيه في اسيا. اكيد تجربتك كاول بطوله او فوزك باول بطوله لدوري ابطال افريقيا ومشاركتك في كاس العالم اكيد برضو كان لها طعم مختلف تماما. طبعا اكيد البطولات كمان عامه في الوقت دوت كانت في السن الصغير ده بتديك امل كبير جدا، بتديك دافع وقوه كبيره جدا اللي انت تقدر تكمل اهدافك اكتر من كده. فكانت البطوله طبعا احنا رايحين على جو تاني، كاس العالم في اليابان جو تاني، درجه الحراره مثلا 5 أو 6 تحت الصفر. كنت بتروح شهر 12 بتقام في شهر 12 فالجو بيكون شتاء. شتاء خالص. فاحنا رحنا هناك فلقينا بس احنا كنا عاملين حسابنا اول مره رحنا وانا كنت معاهم اول مره، بعد كده رحت فرنسا بعد كده بس اول مره كانت الدنيا مختلفه، ما كناش عارفين اللي الدنيا واصله كده ولا كان معانا اسكايب ولا جوانتات ولا اي حاجه. فطبعا وطبعا نجلت الملعب كانت هناك ناشفه جدا، انت لو عملت تاكلنج اكنك يعني على الاسفلت اكتر من الاسفلت كمان. فاول بطوله حتى خواجه كان مش عاجبه الوضع وقال لنا جمله انا لحد دلوقتي ما انساهاش، قال لي هنرجع السنه الجايه وهناخد مركز في البطوله ديت. فالسنه اللي بعديها كنت انا رحت فرنسا وهم رجعوا وخدوا ساعتها خدوا ثلاث العالم. هكمل معاك ونروح بقى لفرنسا، لكن هنروح لفاصل سريع وبعديها نكمل الحوار الممتع والشيق مع نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن احمد ابو مسلم. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين مع نجمنا اللي مشرفنا النهارده الكابتن احمد ابو مسلم. هنروح لفرنسا ونتكلم على الاحتراف. عايز اعرف كواليس انتقالك الى نانت، وطبعا حصل حاجه يعني ادت الى انتقالك وتحول المسار من نانت الى نادي ستراسبورغ، فانا عايز اعرف منك بقى الاحداث وتحكي لي كاني اول مره اسمع بقى الحكايه. لا، هي نانت الاول كان النادي نادي كبير، نادي نانت نادي طبعًا. كبير نادي مميز هناك. لما رحت كان ماسك ماركوس انجل اللي هو المدير الفني، كان النادي الاسماعيلي، كان ماسك ساعتها في النادي الاسماعيلي. فكان راجل عنده خبره، كان شايف، كان عارف كويس، وكان بيحب اللاعبين المصري عامه، بالذات في الفتره اللي هو كان قاعده مع النادي الاسماعيلي كان عامل نتائج مميزه جدا. فلما رحت هناك اتكلم كلمتين عربي معايا في الاول، عامل ايه وكده، فحسيت ان انا يعني استريحت شويه لما فاهم يعني اكون حد عارف بقى وخد الطبيعه فعارف شويه. وقال انا عارف، انا كلمت ناس من الاسماعيليه، يعني من الاسماعيليه هنا موجود وعارفك واتفرجت عليك كتير في كاس العالم ومتابعينك بقالنا كتير وكده، فانت احنا عارفينك بالظبط، فانت ما تعملش اكتر من انت. طبعا كنت صغير 18 سنه 19 سنه، لا ده انا السن ده كنت عديت 23 سنه. فقال لي فانت ما العب لعبك وما تخافش ولا اي حاجه. فروحت هناك لعبت ماتش ودي، كنت من احسن الناس المتوشه الوديه هناك، والناس خلاص شهور، والراجل كان مبسوط جدا وقال لي انت شهر وهتجيلنا ان شاء الله والدنيا تمام. رحت هنا كان طبعا السعر كان عالي جدا، 1.5 مليون يورو دي. فالراجل طبعا لما كلمته كان بياخد تليفوني وبيكلمني وكده، فقال لي 1.5 مليون يورو دي انت ما ده مستحيل، ده ما ينفعش، ده احنا بنجيب لعيب من افريقيا ب 200,000 يورو 300,000 يورو يوم ما اقول ايه يعني اللي هو اعلى حاجه يعني. فتاخرت شويه الخطوه، وبعد كده رحت جه بعديها ستراسبورغ. ستراسبورغ طبعا انا كنت النادي بشكر النادي يعني ساعتها، كان ساعتها النادي الاهلي ساعدني كابتن ثابت البطل الله يرحمه طبعا اكيد. من المواقف القويه اللي هو اللي ساعدني فيها يعني، كنت لسه راجع بعد رباط صليبي وبلعب على فترات يعني فترات كل شويه مثلا العب ماتش وماتشين بره وماتشين قاعد. فانا من طبيعتي اللي انا كنت بلعب منتخب ساعتها، فكنت عايز على طول استمر يعني في المشاركه وكده. فجالي عرض ستراسبورغ، فكابتن ثابت قال لي روح وما يعني ما تقلقش ان شاء الله هساعدك. فقلت له يا كابتن انا كل مره بروح والدنيا بتبقى مختلفه يعني الاسعار بتبقى عاليه. ودلوقتي خلي بالك ان انا عندي نقطه، انا لما جالي نسيت اقول لك كمان على نقطه مميزه جدا، قبل ما جالي صليبي ساعتها النادي بتاع ستراسبورغ كلم النادي الاهلي وقال له احنا نعمل له عمليه ونأهله وناخده على كده. يعني دي حاجه ما انساهاش برضك طبعا. فجي كابتن ثابت قال لي لا، مش احنا النادي الاهلي مش كده، احنا انت ترجع ونعمل لك العمليه وترجع وكل حاجه وتروح وانت واقف على رجلك، ما عندناش ما نسيبش حد وهو مصاب كده بابا. طبعا. فدي حاجات من اللي انا ما انساهالوش طبعا. قال لي روح وكمل وهتبقى وان شاء الله هساعدك وكده
ورحت هناك وكملت. والنادي طبعا كان اخر 6 شهور في عقدي، فاكيد كان المبلغ نزل بكتير يعني. كان النادي الاهلي كان جاي له 200,000 يورو، فحتى النادي كان بيقول لي انت ليك جزء معاهم، قلت لهم لا خلاص، 200,000 يورو خلاص النادي ياخدهم، ما عنديش اي مشكله يعني. بس فرحت ستراسبورغ ساعتها، كنت رحت انا وكان حسني عبد ربه هناك سابقني بست شهور. فرحت، كان النادي كان في بيصارع برضك على الهبوط وعايزين حد وكده، بس كان بيلعب مكاني ارسنال بوكا بتاع كوديفار، طبعا باك ليفت بتاع كوديفار ساعتها. كنت انت بتلعب عليه؟ انا كنت بلعب، انا لعبت على طول الحمد لله من ساعه ما رحت. بس كان جه كنت بلعب بطوله افريقيا هنا، وانت عارف في اوروبا فعامه ما بيوقفوش الدوريات في بطوله افريقيا بالذات. فكان هو جاي يلعب هنا، وكان النادي عايزني العب هناك في الوقت دوت. فحتى كنت في معسكر المنتخب مع كابتن حسن شحاته 2006، واستاذنت كابتن حسن صراحه، راجل ساعدني وقال لي روح مفيش اي مشكله، ورحت ساعتها وقعت في ستراسبورغ. طيب عايز اعرف ان وجود كابتن حسني عبد ربه ووجود لاعب مصري في الفريق سهل عليك حاجات كتير، والغربه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها بره؟ اكيد طبعا. لا حسني كان، حسني من الناس المميزه جدا، وحسني سلوكيا كمان راجل محترم جدا، وساعدني كتير الفتره اللي كنت موجود فيها. كان على طول بنتكلم مع بعض، قاعدين بنتكلم على بعض. بس كان في نقطه اللي احنا كنا طبعا مش واخدين على الخساره وكده، فكنا لما بنخسر بنبقى زعلانين جدا. كنت على طول بتقضوا اغلب الوقت مع بعض؟ انا كنا قاعدين في شقه واحده يعني. انا حتى كنت النادي حتى كان هيجيب لي شقه وكده، كان هيجيب لي شقه وكده يعني. فحسني قال لي لا انا بتقعد معايا، انا قاعد لوحدي يعني. انا ما كنتش لسه يعني اتجوز ولا اي حاجه، قال لي ما نقعد مع بعض، احنا مش عايز الدنيا هنا تلج، وانت عارف طبعا اوروبا من الساعه 5 بتبقى الناس نايمه. فقال لي نقعد مع بعض. نقعد مع بعض يعني. بس احنا قعدنا مع بعض دعنا اللغه خالص يعني، دعنا اللغه الفرنسيه. وحتى النادي كان حتى بيعلمنا في مدرسه. بيعلمنا في مدرسه. بس انت اتعلمت؟ انا اتعلمت بس بعد ما حسني مشي. مفيش حد هتكلمه عربي؟ مفيش حد. انا حسني لما مشي وكده رجع الاسماعيلي، فقعدت هناك اضطريت ان انا اتكلم، لازم اتكلم. وتاني حاجه جات لي في حاجه لازم نتكلم فيها، عشان دي بقى اللعيبه المصريين والناس اللي عندها طموح لازم يكون معاك لغه. لازم لما تتكلم انجليزي، لما تتكلم فرنساوي، لازم يكون عندك لغه عشان تعرف تتاقلم مع الصحافه بتتكلم ازاي، زميلك اللي جنبك بيقول لك ايه عشان تعرف تقدر تفهم يعني. في موقف كويس انت فكرتني بيه عمر، جان بيير بابان اللي هو المدرب بتاع فرنسا، اللاعب الكبير بتاع فرنسا شبه كابتن حسام حسن زي ما هو هنا بنقول. جه فتره انا كنت احسن لعيب في الدوري الفرنسي، وهو جه مسك الفرقه، فلقيت نفسي ما بلعبش. ومستغرب جدا، انا نمره واحد في الفرقه والناس كلها عارفاني يعني، الناس كلها في الدوري انت معروف. وفي النادي هناك لما حتى ما بروح لحد دلوقتي الناس بتقابلك كويس، ما بلعبش. طب فايه الموضوع فكان في حد قايله ان الراجل ما بيتكلمش فرنساوي يعني، حد كان موصل له ان الراجل ده ما بيتكلمش فرنساوي. فلما قعدت معاه واتكلمت معاه فقال لا انت بتتكلم فرنساوي، قلت له ما انا بتكلم فرنساوي، وقعدت اتكلم معاه وكذا كذا. فقال لي لا حد موصل لي ان انت ما عندكش لغه، عشان كده عندنا مشاكل. وقال لك اللي هو بره بيعملوا اسفين ممكن حد يوصل اللي هو مثلا مش علاقتك بيه مش كويسه، صح. ممكن يكون يقول لك كان كابتن فرقه كمان، كان كابتن فرقه يعني، خلي بالك اللي وصله ده كابتن فرقه. وكمان خساره عربي كمان، كان عربي يعني. فراح قال له الراجل ما بيتكلمش كده، ومن ضمن الاسباب اللي هو كان بيلعب في خط الظهر، فخط الظهر فلما بنقول له اطلع ما مش عارف. فهمت ازاي؟ وحاسس المدير الفني الموضوع ده. فلما اتكلمت معاه لعبت على طول، وكنت كان مبسوط جدا، وقال لي لا الدنيا مختلفه. فبنتكلم اللي احنا الحاجات دي كلها، اي لعيب مصري عايز يبقى في الاحتراف عنده مستوى وليه طموح، زي ما احنا شايفين محمد صلاح اول لما راح اول سنه انجلترا الانجليزي كان اقل شويه في سويسرا قصدي، بقى كده ما شاء الله دلوقتي لازم لا بقى حاجه ثانيه خالص. انا اقول لحضرتك على حاجه، انا عجبني موقف مع محمد صلاح لما راح فيورنتينا وروما، شفت له انترفيو كان بالايطالي. تمام. يعني كمان انا بس بزود على الحته اللي انت اتكلمت عليها، ان اللاعب المصري لما يسافر اي حته علشان يحترف لازم يتاقلم على المكان من خلال تعليمه للغه والعادات والتقاليد اللي موجوده. اعتقد ان دي بتساعده وبتساعد عليه حاجات كتيره جدا جدا جدا. اكيد صح طبعا، ما دي لازم اول حاجه. وده الفرق بين اللعيب المصري او العربي واللعيب الافريقي. اللعيب الافريقي لما تروح مثلا تعيده هنا في مصر يتكلم عربي، تروح تعيده في تركيا يتكلم تركي بعد شهرين، صح. هو عايز يتاقلم وعايز يبقى كويس وعايز يحسن من نفسه. فدي حاجه. وانا بقول لك مثلا كل واحد معاه فرنساوي، لما بيتكلم فرنساوي هناك مع الناس اللي هناك بتعرف المجتمع النهارده عندهم بكره ايه، في افراح ايه في البلد، في ايه بيحصل بالظبط، الصحافه بتكتب عنك بتقول ايه، رد الفعل لازم يكون عندك، وسائل الاعلام بتقول عليك ايه. مش معقول تبقى انت قاعد الناس كلها مقلوبه وانت مش فاهم حاجه. فلازم تبقى انت عارف تقدر تتكلم ازاي، تقدر تدافع عن نفسك ازاي. لو مثلا في فاول حصل واتخدت كارت احمر ومؤتمر صحفي هتقول ايه؟ مش معقول هتفضل تشاور او هجيب لك مترجم مثلا قاعده جنبك لازم يتكلم. فدي كلها بقول لك دي مميزات، لازم انت تكون معاك اللغه، لازم تقدر تتكلم عشان تقدر تدافع عن نفسك، تقدر تعرف التطور الموجود، التطور الموجود في المجتمع حواليك يعني. هسالك اسئله كتيره خاصه بالاحتراف، لكن اول سؤال سريعا قبل الوقت ما يجري مننا بسرعه، ايه اللي اختلف عن الدوري الفرنسي في الوقت اللي انت كنت موجود فيه والوقت الحالي؟
لا الدوري الفرنسي على فكره دوري ممتع، دوري ممتع ودوري عايز اقول لك اتطور دلوقتي بشكل كبير كبير جدا. وتاني حاجه المبالغ اللي فيه دلوقتي بقت خياليه، يعني الاستثمارات اللي فيه طبعا استثمار باريس سان جيرمان بيعمل استثمار بملايين. موناكو دلوقتي بيدعم بمبالغ كبيره جدا. بتلاقي مثلا بوردو اللي كان يعني بوردو نادي كبير جدا، تلاقيه مثلا اليومين دول فيه مشاكل عنده، مش نفس المستوى. هتلاقي مثلا زي استراسبورج الرابع السنه دي، استراسبورج الرابع وهيلعب فاينل الكوب دي لا ليج اللي هي البطوله، اما في بطولتين كاس، بطولتين كاس زي في كاس افريقيا، كاس قصدي فرنسا اللي هو زي كاس الرابطه وكاس كاس فرنسا وكاس كوب دي لا ليج اللي هي بطوله اللي هي بتاعت الرابطه، اللي هي بتاعت الرابطه المحترفه الفرنسيه. فبقول لك في انديه كتير دعمت بشكل كويس. تاني حاجه الامكانيات بقت عاليه جدا، اللعيبه هناك بقى مستوى اعلى جدا. فالكاو هتلاقي مثلا فابريجاس لسه رايح موناكو، نيمار موجود هناك، فهتلاقي هتلاقي في البطولات اختلفت جامد جدا. طبعاً طبعاً. فالبطوله بقت عاليه جدا. تاني حاجه انا عايز اقول لك بردك معلومه عمر، اللي انا كنت موجود في فرنسا هناك، انا بردك من الناس ما تعرفهاش كتير، اللي انا اللعيب المصري الوحيد اللي لعبت اكتر اعداد مواسم في فرنسا. انت اكتر لاعب مصري لعب في الدوري الفرنسي، سواء لعب عدد مباريات او سواء عدد سنين. عدد سنين وعدد مباريات. حضرت احمد حسام ميدو لما كان موجود في مارسيليا؟ لا ميدو كان قبليه، ميدو قعد سنه ونص، كان عامل سمعه كويسه للاعب المصري جد في فرنسا. ميدو ما شاء الله، حتى وكان سنه صغير كان ما شاء الله عليه، يعني ميدو كان طلع كويسه جدا، بالذات انت كمان بتلعب مع فرقه عمر، اللي انت بتلعب مع فرقه البطل هناك كانت مارسيليا ساعتها طبعا قويه جدا، وبتلعب وكان نجوم كتير، بتلعب اتحاد اوروبي وبتلعب بطوله قويه. فكان ميدو كان من الخطوات برضك المميزه اللي انت بتقابلها في حياتك لما تقعد على محطه، يعني بتقابل محطه كويسه. يعني مثلا اروح مثلا مارسيليا غير ما اروح مثلا اجاكسيو تحت خالص بينافس طبعا، فالدنيا بتبقى مختلفه. الفرقه بتروح هناك بتشيلك اول فتره كويسه، وفي زي ما اقول لك في تجربه باينه جدا. مثلا ما صلاح مثلا راح اول حاجه ما راحش انجلترا مره واحده، لا بازل، ومن بازل راح بازل عمل له حضره، قدر يشتغل بشكل كويس يقدر يوصل للمكان ده. لو كان راح انجلترا في الاول كان الموضوع هيبقى فيه صعوبات شويه. انت فاهم ازاي منتاليتي او عقليه اللاعب المصري هل اختلفت في الوقت الحالي عن الوقت اللي انت كنت محترف فيه؟ كان عدد المحترفين في وقتك اقل، دلوقتي العدد بيزيد بسم الله ما شاء الله، عندنا لعيبه في اوروبا بشكل مش بطال. هل ده اختلف شويه مع ان الزمن فيه تطور وفي يعني تكنولوجيا وفي حاجات حديثه كل يوم بتظهر، هل دي بتساعد اللاعب المصري ان هو يتاقلم ان هو يكون موجود في اوروبا خلال الفتره الحاليه؟ طبعا السوشيال ميديا، وكمان بقت دلوقتي كمان في حاجه اللي هو الماركت اللي هو موجود على الانترنت، بيقدر يشوفك انت لاعب كام دقيقه، ثمنك 200,000 ترانسفير مثلا، ثمن عمر 300,000 يورو 400,000 يورو، فكل نادي عارف انت لعبت قد ايه. زمان مثلا ممكن اللعيب يقول لك انا لعبت الماتش دوت وانت ما لعبتش، انت فاهم ازاي؟ ما كانش في حاجات زي كده. فدلوقتي انت عندك حاجات سوشيال ميديا كبيره جدا. ما انا عايز اقول لك نقطه برضك من ضمن النقط ديت، انا كان جاي لي نادي كريستال بالاس في الدوري الانجليزي، تمام، ورحت من ستراسبورج ورحت خلصت كل حاجه، الويف الحاجه الوحيده اللي هي نسبه المشاركه كانت موجوده في اللي هي بتاعت المنتخب 75%، بس يعني ده دي حاجه، دي كانت مثلا دي كانت مش بالنسبه عائق كبير جدا. زمان كان ممكن كنت تعمل جوابات في افريقيا، يعني افريقيا ضرتنا كان بيعملوا جوابات من المنتخبات اللي هي البلد اللي هي الفقراء شويه، او البلد اللي هي ما عندهاش احترافيه، تمام، بيعملوا جوابات زي كده. انا احنا ما عندناش الكلام دوت. يعني عايز اسال بس عشان خاطر عايزين نوضح للساده المشاهدين ان اللاعب المصري اللي هو يعني او لعيبه افريقيا علشان تلعب في الدوري الانجليزي لازم يكون عندك يا اما باسبور اوروبي، يا اما تكون مشارك مع منتخب مصر في اخر سنتين بنسبه 75%، او هل ممكن ان انت تكون نجم في الدوري بتاعك او مشارك بعدد سنين معينه فدي تساعدك شويه؟ لا انا عارف انا بتكلم كده ليه، عشان ميدو لما كان موجود في اياكس انتقل لتوتنهام وما كانش بيلعب في منتخب مصر، ما كانش مكمل النسبه، وبالتالي بس ميدو كان ايه السن بتاعه كان ايه؟ كان عنده قد ايه؟ كان صغير ممكن تروح. ده اللي انا بتكلم فيه، ان هم عملوا حاجه اسمها ابيل او عملوا حاجه اسمها استئناف. أيوة. ضد قرار عدم قبوله في اتحاد اوروبا او اتحاد الانجليزي، وبالتالي قبلوه ان هو يكون موجود، فعشان كده عائق المنتخب هو اللي كان السبب في ان انت ما تنتقلش الى كريستال بالاس. طبعا انا بقول لك هناك كان كنت مبسوط جدا، وكانت طبعا دوري انجليزي، دوري انجليزي، وكان هناك مدير فني كان مقتنع بيه جدا، وكانت الدنيا كويسه قوي، كان حتى محمد حميد كان وكيل اعمالي هناك طبعا. فكانت الدنيا كانت مميزه وكنت مبسوط قوي هناك، بس كانت طبعا اكيد كان عائق زي ده كده كان بيعمل لك بيهدد لك حلمك، يعني ما تروح مثلا دوري انجليزي من دوري فرنسي، وكان هيفرق معاك اختلاف كبير جدا. طب انا عايز اعرف منك برضو رايك في المحترفين المصريين حاليا، وعايز اعرف منك رايك في عقليه محمد صلاح. هل محمد صلاح، عشان ده سؤال انا دايما بساله للعيبه المحترفين اللي عندهم خبره بره،
هل انت شايف عقليه محمد صلاح اتطورت؟ وهل هو السبب في المستوى والاستقرار اللي هو فيه؟ ولا اختياره لمدير اعمال جيد ومحامي ايضا هو ده سبب من الاسباب اللي مخليه مكمل وبسم الله ما شاء الله متالق وان شاء الله ياخد الدوري مع فريق ليفربول؟ بص يا عمر، انت قلت برضك في نقطه نسيت اجاوبك فيها اللي هي بتاعت السؤال، الزمان دلوقتي اللعيبه بقى عددهم بقى اكتر في الدوري. ليه اكتر؟ يعني في الدوريات الثانيه عن زمان. زمان كان في مشكله كبيره جدا في الانديه، كانوا بيمسكوا في اللعيب. زمان مثلا عندي مثلا اربعه عندي باك ليفت، لا مش هسيبه. دلوقتي الدنيا اختلفت بقى، في مثلا في عقليات في انديه مثلا موجوده بتقدر تبيع وتستثمر في ثانيه، فالموضوع بقى متاح اكتر، بقى مفتوح اكتر غير زمان. زمان كنت تسيب لعيب لو حتى جاله 30 مليون جنيه ولا مش هسيبك. فالدنيا دلوقتي مختلفه، دي النقطه اللي بقول لك اللعيبه بقت زياده عن دلوقتي. ليه؟ النقطه الثانيه عقليه اللي كنت بتتكلم فيها، عقليه محمد صلاح. محمد صلاح لعيب متكامل العقليه بتاعته، واللي ساعد على كده اللي هو راجل طلع صغير وخدت صغير تحتيها 100 خط. لما تطلع لعيب صغير عندك 18 سنه او 19 سنه وتروح نادي وتقدر تأدي بشكل كويس وتروح دوريات وتبقى عارف هشتغل ازاي واتعودت ازاي وعارف اللغه ازاي واتكلم ازاي، فدي هتفرق معاك كتير جدا. تاني حاجه عندك عنصر تاني لازم يكون قوي جدا، محمد صلاح ما طلعش اهلي او زمالك، ما كانش بيلعب في الاهلي او زمالك، صح؟ فما كانش عليه عنصر الشهره كبيره جدا، ودي عنصر الشهره دي بتطلع بتضيع لعيبه كتير جدا. لما اكون عندي مثلا بلعب في اوروبا، انت عارف في اوروبا ما بقاش فيه لعيبه، ما بقاش زي هنا في مصر الناس كلها تسلم عليك ولا الكلام من ده، ممكن يبقى الموضوع مختلف لو حد يصور معاك صوره وخلاص، صح؟ فدي كلها وفرت عليه وقت كبير جدا. تاني حاجه العقليه بتاعته وسلوكه اللي هو راجل بيشتغل في هدوء هادي، بيتاخد قراراته بحسم، فراجل عارف مرتب حياته ازاي بالظبط. النقطة الثانية اللي هو صعده على كده، لازم يكون عندك لو انت لعيب قوي جدا ما عندكش ايجنت كويس او وكيل اعمال عنده الاحترافية ويقدر يجيب لك كذا عقد هتقع. يعني انا مثلا الموقف ده عدى عليا شخصيا، انا كنت مثلا في فرنسا واخد لاحسن لعيب في الدوري الفرنسي بس ما حدش عارف يسوقك كويس. بس النقطة الثانية احنا لما نزلنا مثلا ليك دو الدرجة الثانية، ناس ثانية كانت لعبت اربع متوشة، وكيل السبونسر بتاع الايجنت بتاعك قوي قدر يودينا دي ثاني، وانا لاعب الدوري كله ما قدرتش اروح. طب انت فرنسي عندك اخباره ايه؟ بتعرف تتكلم لغه كويس؟ لا ما تقلقش كويس. بتعرف تترجم؟ طبعا. طب احنا محضرين لك مفاجاه، بس هحتاج تترجم لي عشان ما اعرفش فرنسي. لا ما تقلقش. طيب خلاص تعالى نشوف كده المفاجاه ايه اللي هم محضرينها لك، ونرجع نكمل معاك وتقول لي ايه اللي قال، بس لو حد قطع فيك هتقول لي برضه. لا ما تقلقش. طيب تعالى نشوف، يلا بينا. احمد ابو مسلم، كومون تي با مون امي؟ جيسبر كو تو بيان. احمد انا عاوز اسلم عليك واتمنى ان تكونك بخير انت والعائله. انت وحشني كتير على فكره، وان شاء الله اشوفك قريب ان شاء الله. احمد انت تعرف مكانتك عندي قد ايه، انت اكتر من صديق، اكتر من لاعب لعبت معاه، انت اخ. نتذكر الايام اللي كنا مع بعض في ستراسبورغ لما كنا في الدوري الفرنسي، والضحك اللي ضحكناه مع بعض والجو الممتاز اللي عدينا مع بعض، يعني ما بنساش الاوقات دي. احمد انت كنت لاعب ممتاز، عندك فنية كبيره، وكنت عندك احترام كبير في نادي ستراسبورغ، وعندك مكانه كثيره وخاصه عندي. بس اكتر من كده، انت لاعب وانسان طيب وانسان محترم، وعندك أدى قلبك كبير، وهذا الجانب اللي احترمك فيه كتير. اتمنى ان تكون بصحه وتكون بعافيه يا رب. بتمنى لك كل التوفيق في حياتك العائليه وفي حياتك يعني المهنيه. انت تعرف لي عندك اخ في تونس، وبتمنى اشوفك ان شاء الله يا رب. السلام عليكم احمد. تعليق عشان معانا فيديوهات ثانيه، تعليقك ايه؟ لا مفاجاه جميله طبعا، بشكركم عليها وبشكر جروب العمل كله اللي عمل حاجه زي كده. كريم حجي كابتن منتخب تونس، وقعد معايا في ستراسبورغ سنتين، وكان كابتن اللي راح ليفركوزن لاعب نادي كبير، وراح يعني هو كريم لسه مبطل من سنتين بالظبط. علاقته بيه قويه جدا، انا بحبه، كان بيلعب هو مساك وحاجه كبيره. 170 ماتش في البونز ليج. ما هو كريم ما شاء الله، ما بقول لك كريم من الناس اللي لحد دلوقتي يعني هو مبطل بقاله سنتين، من الناس اللي وعلى فكره واخد الجنسيه الالمانيه كريم، هناك خدم هناك، لعب في ليفركوزن، لعب في ليفركوزن وهانوفر، وكان كابتن هناك. فكريم انا من الناس علاقتي بيه قويه، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. وهو بالمناسبه هيعمل ماتش اعتزاله يوم 23 ديسمبر في هناك، وكان جايب نجوم كبير جدا، عامل ماتش كبير جدا، وجايب كانو وجايب
وكوشا وجايب ناس كتير جدا. فهو كان حتى لسه مكلمني قريب، بس مفاجاه حلوه اللي انت جبتوها اللي هو اروح ماتش اعتزال وكده. فمن الناس اللي انا بحبها جدا يعني، افادني كتير. انت عارف طبعا التوانسه والمغاربه بيتكلموا فرنساوي كويس جدا، فكان بيقدر يترجم لي بشكل كويس. طب تعالى نروح للتونسي الثاني نشوف مين. هنشوف، تعالى نشوف يلا. السلام عليكم يا احمد، شن احوالك؟ لاباس عليك، ان شاء الله تكون بخير وان شاء الله تكون بصحه جيده. نعتبرك من اكثر الاصدقاء الملاعبيه اللي لعبت معاهم في فرنسا في نادي في ستراسبورغ الفرنسي. نعتبرك من اكثر الاصدقاء اللي عاونتني برشا غادي في فرنسا، وعاوننا بعضنا برشا. خاطر كيف تلقى لاعب معناتها لاعب كبير في بلاد وفي منتخب مصري وفي في في مصر معروف اللي هو احمد ابو مسلم، يعاونك برشا. وهو معناتها من اكثر الاصدقاء اللي لقيت راحتي معاهم غادي، واللي تعاوننا برشا، واللي كنا معناتها اكثر من اخوه، معناتها اكثر من اصدقاء، معناتها كنا كاننا اخوه بالبي معناتها غادي في فرنسا. احمد ابو مسلم ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. سمعت بيك اللي انت شاد معناتها المنتخب الناشئين في المنتخب المصري، ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك النجاح كما نجحت كلاعب، ان شاء الله تنجح كمدرب. وان شاء الله نشوفك في قريب العاجل، خاطر وعدتني باش تجيب حدايا لتونس، وان شاء الله حزبط لك الامور ان شاء الله. يلا سلام يا احمد. يا رايك؟ لا فاجأة جميله والله، انت بقالي كتير ما سمعتش. شغل عالي. شغل طبعا بشكره والله، بشكره قناه الاهلي. لا طبعا بشكره اكيد، عمر طبعا بشكره، وبشكر قناه الاهلي ده بيتي طبعا. فمفاجآت جميله، واللعيبه دي كلها العلاقه بينك وبين اللعيبه دي كلها بعد الكوره بتبقى مستمره، فحاجه جميله. هيكل جمانديه طبعا راس حربه منتخب التونسي، كان معانا على فكره اغلى لعيب جه في ستراسبورج بمبلغ كبير اللي هو هيكل، كان جاي بعد كاس القارات. فمن اللعيبه المميزه اللي انت ممكن تعمل له كده يقدر يجيب جون، فمن كان قوي جدا، كان قوي جدا. انا كنت قلت لك الفرنسيه بتاعك كويس، قلت لي لاش خالص. انا اول فيديوهين كانوا تونس. لا تمام، خلي بالك، ما قال لك عامل ايه، اخبارك ايه يا اخويا في الاول. قال لك كمان صباح كده ماشي. فهنروح دلوقتي للاختبار الحقيقي، ده وقت الاختبار الحقيقي. قول لي، تعال نروح نشوف ونرجع نكمل، يلا بينا. Bonjour Ahmed, c'est Najib à l'appareil. Je t'appelle depuis Strasbourg, en France. Bah écoute, je te salue très franchement et très sincèrement. Je suis heureux de faire cette petite vidéo. Petite vidéo pour me rappeler quel joueur tu as été. Tu es arrivé en 2005-2006 à Strasbourg. Tu as fait trois superbes années avec nous, avec notamment une montée avec Jean-Pierre Papin, de Ligue 2 à Ligue 1. Moi, je me rappelle de toi comme étant un joueur très professionnel. Tu es arrivé à Strasbourg avec beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Ça n'a pas dû être évident au début parce que problème de la langue et adaptation au jeu. Et en fait, on a tous été très étonnés de l'adaptation très rapide que tu as eue. Aussi bien au niveau du jeu qu'au niveau de l'ambiance. Tu as été un joueur très professionnel et du coup ça a favorisé ton intégration. Moi en tant que kiné, je te connaissais bien sûr en salle de soins. J'ai toujours vu en toi un grand joueur très professionnel et très méticuleux, qui faisait très attention à son hygiène de vie, à sa préparation individuelle, sa préparation mentale, sa diététique. Donc tout ça, c'était très important pour toi. Tu étais un grand joueur, grand professionnel. Donc tout ça, c'est des éléments qui étaient en ta faveur. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé en te recrutant. Tu es arrivé en même temps qu'un autre Égyptien, Hosni. Et tous les deux, vous nous avez vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses positives au club. Et... moi, je trouve qu'humainement, tu as été formidable. Tu étais un joueur et un garçon très agréable et très facile à vivre, qui était à l'écoute de tous les conseils qu'on pouvait lui donner et très professionnel. J'ai appris que tu étais maintenant entraîneur et ça ne m'étonne pas du tout, puisque je pense que tu es quelqu'un de très intelligent et qui va permettre de justement apporter tout ton savoir-faire, ta passion aux jeunes générations. Et je pense que tu as beaucoup à leur apporter avec un vécu extraordinaire du très haut niveau. Donc je pense que tu feras un très grand entraîneur. En tout cas, je te souhaite le meilleur à bout et à bientôt. Ciao.
قال لي بقى عشان اتكلم قال كلام كتير جدا وانا عايز اعرف منك الخلاصه. لا هو قال لي هو طبعا بيسلم عليا بقالي كتير ما شفتوش وبيقول اللي انا انضمت لهم في سنه 2005 2006 وكنت عندي كنت شغال مع جان بيابا بان اللي هو المدير الفني كنت عامل احسن لعيب في الدوري هناك في السنه بتاعته وهو كان هو كان كينيل هو كان شغال معانا اللي هو لياقه بدنيه ومساج وكده وكان مبسوط لان انا وحسني عملنا شغل كويس لما كان عندي مشكله في الاول في اللغه قال لك انا بروبلم للونج في الاول فعندي لغه في مشكله في اللغه وبعد كده اللغه اتحسنت علمت اللغه خلاص وبعد كده انا وحسني من اللعيبه موازين جدا واللعيب البروفيشنال كنت هناك عامل شغل كويس وكنت بروفيشنال يعني ماشي بشكل كويس هناك فبيتمنى لها التوفيق يعني في حياتي العمليه. ده طبعا نجيب نجيب ديمتريس مدرب منتخب الشباب للفرنسي فرنسا حاليا واحد اكيد من الـ يعني الـ المدربين اللي عصروك وزي الحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله واضح ان انت في علاقه طيبه جدا بعد ما رحلت عن فرنسا واضح ان في تواصل واضح ان في علاقه طيبه انا بروح هناك وانت عشري وانت يعني انت بتحب دايما ان يبقى ليك صحاب في كل مكان. اه طبعا اكيد طبعا ما دي العلاقه التعرف على اصحابك دي بتعمل طبعا الجو كويس واهم حاجه لعيب الكوره بعد ما بطل كوره السمعه كويسه والناس اللي كانت بتحبك تبقى موجوده في موجوده معاك فانا بروح كل ستراسبورغ كل مثلا بقالي سنتين ما روحتش بس انا كل سنه بروح اتفرج عليه. مش بتفكر تاخد خطوه في ان انت تبدا او تكمل مجالك التدريبي في فرنسا وممكن تاخد زي فرصه زي ما اخدتها وانت لاعب كره قدم ممكن تاخدها وانت مدرب في فرنسا؟ ما هي خلي بالك النقطه اللي انا بفكر فيها كويس جدا شفت بقى؟ انا كنت خلي بالك الفتره هي الوقت بس عنصر الوقت كان عندي فيه مشكله اللي انا لما بطلت كوره في يعني بعد ما بطلت كوره مسكت الانتاج الحربي فريق اول على طول. فصعدنا مع الانتاج الحربي مع مؤمن سليمان كنت انا وهم صعدنا فجيت بعديها النقطه اللي بعديها دخلت في وادي دجله الاكاديميات اللي هو مسكت الاكاديميات والدراسات طبعا خدت السي والبي وكل حاجه فهي بس كانت نقطه ودلوقتي زي ما قلت لك ماسك في نادي وادي دجله 2006 وماسك منتخب القاهره اللي هو نفس السن بتاعي تمام فاللي هو 2006 فهي بس النقطه اللي هي الفتره دي انت مشغول جامد جدا فالفتره اللي جايه اكيد الواحد الحمد لله معاك اللغه كويس بتتكلم كويس وعلاقتك بالناس كلها مميزه فبنتمنى طبعا الواحد يبقى موجود بس طبعا اول حاجه زي ما كنت لعيب مميز لازم تعمل اسم كويس في بلدك موجود لازم تبقى موجود فالواحد بيتمنى طبعا ان هو موجود الحمد لله في نادي كبير زي وادي دجله مهندس ماجد سامي مديك صلاحيات كويسه وراجل شغال بمنظومه فيها بروفيشنال كبيره جدا بيتعامل بشكل كويس فنتمنى طبعا ان احنا نبقى نعمل شغل اكتر من كده طبعا. رايك في علي معلول؟ لا الباك ليفت لعيب كويس لعيب مميز طبعا لعيب ايه رايك فيه؟ لا لعيب كويس بيعجبني طبعا بيعجبني لعيب مميز جدا لما بيغيب الاهلي بيتاثر بغيابه؟ اكيد النادي الاهلي زي ما بقول لك مش علي معلول بس الباكين الباك رايت او الباك ليفت النادي الاهلي انت بتلعب لازم بتهاجم ولازم بس بسالك على الباك ليفت انت عارف ليه عشان طبعا مركزك وانت اه طبعا فبقول لك علي من اللعيبه المميزه جدا هي بس المشكله بس الاصابات الكتير بس يعني ان شاء الله ربنا يبعد عن الاصابات مفتاح لعب كبير جدا ومفتاح من مفاتيح النادي الاهلي القويه اللي تقدر تعمل لك الفارق في الملعب. طيب اختبرك اخر اختبار هعرض لك صوره وتقول لي انت واقف فين. قول لي ماشي كمان جايبين صوره كمان طبعا. طيب. صوره جماعيه يلا ماشي. بينا نشوفها يلا نعرض الصوره ده فريق ستراسبورغ الصوره الجماعيه فريق ستراسبورغ فين احمد ابو مسلم انا عارف انا تاني واحد فوق تاني واحد فوق فين؟ اهو اول واحد يعني أول. يعني عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع صفوف لا. انت في الصف الكام؟ انا الصف الأولاني فوق خالص حلو جنب الأبيضاني دوت عارف الأبيضاني ده مين؟ ايوه ده كيفن جاميو بتاع منتخب فرنسا وكان بيلعب في إشبيلية. طيب أحمد أبو مسلم هنعد من الصف اللي تحت واحد اثنين ثلاثة أربعة الصف الأخير من فوق تاني واحد على اليمين يعني في لاعب أبيضاني ومين بقى الوحش اللي قدامك الاسمر ده؟ مين ده جاكوب مولونجا بتاع كونغو اللي كان بيلعب قدامنا جاب فينا جونين ده لعيب كوره؟ جاكوب مولونجا بقول لك معروف طبعا يا نهار ابيض بص وخلي بالك اللي جنبي عارف ازاي عامل ازاي؟ طبعا وخلي بالك اللي جنبي كيفن جاميرو ده لعيب كبير جدا طبعا بيلعب في اشبيليه لحد دلوقتي وكان بيلعب طبعا كيفن جاميرو طبعا كلنا عارفينه كلنا عارفينه واحد من هدافي طبعا الدوري الاسباني كابتن احمد ابو مسلم شرفتني ونورتني وبجد استمتعت بحلقه اعتقد انك ما حسيتش بالوقت لا خالص عمر انت عارف ان انا بحبك و... طبعا واستمتعت طبعا واكيد انت موجود في النادي الاهلي تبقى بيتك لما تبقى موجود في النادي الاهلي بيتك بتتمنى تعمل احسن حاجه موجوده وبشكركم طبعا على الشغل الجميل اللي انتوا عاملينه عمر عامل شغل جميل وبتمنى لكم التوفيق وطبعا ببارك للنادي الاهلي جماهير النادي الاهلي على المكسب النهارده
وان شاء الله في تقدم الفتره اللي جايه، وبتمنى لك التوفيق. انا بتابعك كل فتره وبشوفك. الله يخليك. طبعا ليا الشرف وان شاء الله تكون موجود معنا في حلقات اكتر واكتر في بيتك في قناه النادي الاهلي. بشكرك. دي كانت الفقره الحواريه الاولى مع احد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن احمد ابو مسلم. هنروح لفاصل لكن لسه ما خلصناش، معنا فقره حواريه ثانيه اكيد هتكون ممتعه مع واحد من نجوم مصر ونادي الترسانه في العصر الذهبي الكابتن شاكر عبد الفتاح. اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره الحواريه الثانيه جه وقتها، واعتقد ان هي تكون مسك الختام ان شاء الله مع واحد من اساطير الكره المصريه سواء مع منتخب مصر او مع نادي الترسانه في العصر الذهبي. ده كلاعب كره قدم، ايضا صولاته وجولاته في المجال التدريبي خارج مصر مع نادي العين الاماراتي ونادي الشارقه اكيد كلنا عارفينها وكلنا يعني بنتابع، واللي مذاكر يعني كره خليجيه كويس قوي هيعرف اسم الكابتن شاكر عبد الفتاح عامل ازاي في الخليج في المجال التدريبي اللي مشرفنا ومنورنا. وزي ما قلت لحضراتكم هتبقى ان شاء الله فقره هي مسك الختام في الفقره الحواريه الثانيه وايضا لحلقه الاهلي الليله اليوم. كابتن شاكر منورني. اهلا بيك كابتن عمر، وطبعا يعني اشكرك على المقدمه الجميله. لا حاجه بسيطه يا كابتن شاكر. لا عفوا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بصحه. حضرتك بخير؟ الحمد لله. نادي الترسانه عامل ايه؟ الحمد لله هو دلوقتي يعني متربع على قمة المجموعة بتاعته مع نهاية الدور الأول، فنتمنى طبعا إن شاء الله أن نفضل ماشيين بنفس الايه العطاء اللي هو موجود، لأن احنا الحمد لله ودي طبعا يعني شيء جميل أن الترسانة بدأت الدور الأول إلى حد ما يعني ما كانتش متفوقة، لكن انهت الدور الاولاني بثلاث مباريات فوز خلت الترسانه متسيده الموقف مع نهايه الدور الاول. الحمد لله برضو ثلاث مباريات فوز متواليه في الدور الثاني حافظت بيهم على المقدمه، وده طبعا يعني شيء جميل انك انت ست اسابيع ورا بعض فوز، فالبدايه غير نهاية الدور الأول. يعني احنا الدور الأولاني بدأنا ثلاث مباريات الأولانيين حصلنا فيهم على خمس نقط، الثلاث مباريات الأولانيين في الدور الثاني حصلنا على العلامة الكاملة أو الدرجة الكاملة تسع نقط من الثلاث مباريات. نتمنى طبعا أن بنفس القدر وبنفس التحصيل الترسانة هو دي الوسيلة اللي فعلا تدينا المؤشر الاطمئنان والثقه في العوده باذن الله للمكان الطبيعي والتاريخي لنادي الترسانه، لان يعني كفايه قوي 10 سنين بعيد نادي الترسانه مش على خريطه الكوره المصريه، مع احترامنا طبعا لكل فرق الدرجه الثانيه. الترسانه بتاريخه بنتائجه ببطولاته بنجومه من سنة 1921 منذ أنشئ نادي الترسانة، وهو دايما كان معطاء سواء في النجوم أو في المباريات، وهو كان الضلع الثالث في الكرة المصرية مع الأهلي والزمالك. فأعتقد يعني دي نبذة بسيطة بنهمس بيها في أذن لاعبتنا اللي هم اصبحوا من لعيبه الترسانه ان ده تاريخ، وبنحملكم المسؤوليه والامانه، وده يعني هيبقى تاريخ كبير ليكم ان انتوا اللي بعد 10 سنين عجاف تعودوا بالترسانه الى الحصاد وعوده الترسانه للدوري الممتاز، لان بعد الترسانه اضر كتير بالنادي وبنجوم النادي الحقيقه. ازاي يا يعني في لعيبه كتير، في مدربين كتير من ولاد الترسانه ونجوم كبار، ابتعاد الترسانه عن الدرجه في مصلحتهم يعني الممتازه الانظار كلها بعدت للاسف الشديد عنهم.
صح. فدي طبعا ضرر، طبعا ضرر كبير، ضرر جداً كبير بالنسبه لو اتكلمنا على نجوم النادي منهم كمدربين. الضرر الاكبر طبعا بيقع على النادي فان طبعا انت بعيد عن الاستثمار، بعيد عن الايرادات الكبيره، الرعاه الكلام ده كله، فبتتحط في ازمات انت في غنى عنها. صعود الترسانه وده المكان الطبيعي المفروض ان ليه هيغنيه عن حاجات كتير، وحقوق كتير هترجع لبعض الافراد او من لاعبي او نجوم الترسانه السابقين والحاليين. الترسانه كابتن في المركز الاول عنده 34 نقطه، عنده مباراه بعد بكره ان شاء الله يوم الخميس 7 فبراير مع فريق كوكاكولا، هتبقى في ملعب كوكاكولا، كوكاكولا في المركز الرابع عن 29 نقطه. طبعا مجموعه القاهره 14 فريق، بيصعد منها فريق واحد فقط. فريق واحد الترسانه بس. الاول عنده 34 نقطة، سيراميكا 33 نقطة، والقناة 33 نقطة، بيتساوى القناة 33 نقطة، وكوكا كولا في المركز الرابع 29 نقطة، اف سي مصر في المركز الخامس 28 نقطة، فواضح ان مجموعة القاهرة مجموعة قوية جدا جدا يا كابتن شاكر. لكن شايف مباراة يوم الخميس دي ازاي؟ بما ان احنا فتحنا الكلام على نادي الترسانة وعلى ان شاء الله مشوار الصعود، اكيد مباراة صعبة يا كابتن. اكيد طبعا، يعني ليه؟ لان هما من بداية الدوري الممتاز به كان الصعود كان بينحصر في 5 فرق. في الترسانة، سيراميكا، سيراميكا قعد فترة كبيرة قوي تقريبا معظم الدور الأول كله مع نهاية آخر مباراة الترسانة بقت على رأس الجدول، يلي سيراميكا القناة بنفس القدر وبنفس القوة، كان اف سي مصر لحد ما اخر مباراه لعب مع الترسانه وخسر، اتغلب خسر. فابتدى بس يا كابتن كل يعني اف سي مصر ليه فرص اعتقد، اكيد طبعا يعني لسه بدري، وبعدين هو عنده 28 نقطه، يعني مباراه او مبارتين ممكن طبيعي. انا بتكلم على بالترتيب، تمام صح، في الترسانه، سيراميكا، القناه، اف سي مصر بعد شويه عنهم لكن ما بعدش قوي، كوكاكولا برضو تعثر في مباراة تعادل فيها في الأسبوع اللي قبل اللي فات أو الأسبوع اللي فات، كان متوقع أنه يكسب، فبعد عن الأول بأربع نقاط، وعن الثاني وعن الثالث أربع نقاط، وعن الأولاني بخمس نقط. فالعملية كلها بكتير مباراة أو مبارتين، فما زال الصراع بين الخمس فرق، بس بينحصر الآن ما بين الترسانة، سيراميكا، القناة، دولت الصراع معهم في الأول. كل ما بتلعب مع فرقة من المنافسين وبتتغلب عليها يبقى أنت هنا خلصت من إيه؟ من عقبة أو من مطب. كابتن شاكر، هل ممكن يتوقع فريق من الفرق اللي موجودة حاليا ممكن تنافس على المدى البعيد، ولا الثلاث أسماء اللي حضرتك قلت عليهم دول واحد منهم هو اللي هيكون في الدوري الممتاز؟ لا، انا اعتقد المنافسه هتكون ما بين الثلاثه الاولين، ما بين الترسانه وسيراميكا والقناه. طبيعي هتبقى في مناوشات على بعد من كوكاكولا ومن اف سي مصر، هم ما بعدوش بحيث ان تبقى الفوارق بعيده ويبقى قضي الامر. لا، لكن لحد الان الترسانه، القناه، سيراميكا، الخمسه في دايره المنافسه. الاسبوع ده يا كابتن والاسبوع الثاني اسبوعين حاسمين مع نادي الترسانه بسبب ان هو عنده لقاءين بره ملعبه، اللقاء اللي جاي، اللقاء القادم كوكاكولا امام كوكاكولا، واللقاء اللي بعديه هيكون يوم 14 طبعا بورسعيد، طبعا فاكيد ماتشين ممكن يساهموا بشكل كبير في حسم نادي الترسانه في صداره المجموعه. صح، اكيد يعني هتبقى المباراتين دول، انا شايف يعني وبتابع طبعا الفرقه عن قرب دايما، ان الرغبه والاراده
سواء من الجهاز الفني او اللاعبين او مجلس الاداره الحقيقه، وبصفه خاصه الاخ طارق سعيد رئيس النادي، هو متابع باستمرار للفرقه لان عنده الرغبه والاراده قويه جدا من الموسم الماضي بصراحه، بس حصل ظروف في ان الفرقه تطلع. والموسم الماضي هو كان لسه الانتخابات وكان لسه ناجح وكان فتح، يعني ركلات الترجيح هي اللي كانت السبب، وكان فتح تقريبا ركلات الحظ والمعاناه. لا ده السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت، لا اللي فاتت كان الماتش مع المنافسه كانت بيننا وبين نجوم المستقبل، صح تعادلنا في ملعبنا للاسف شديد، لو احنا كسبنا كنا كسبانين 1-0، لو كسبنا كانت صعدت الترسانه من الترسانه. كان في سنه من السنين يا كابتن كان ده الموسم اللي قبليه مباشره، صح اللي هو ما كانش ضربات، كانت ضربات الجزاء الشرقية. اما تعادلنا مع الشرقيه لزقازيق، و يعني ما كانش لينا نصيب وخرجنا او ما صعدناش بسبب ضربات الجزاء. لكن اللي انا شايفه يعني طبعا ولمسه بنفسي، الجهاز الفني بالكامل بيسعى بكل جهده ان هو فعلا يحقق شيء مع الترسانة. مجلس الإدارة وبصفة خاصة زي ما بقول لحضرتك الأخ طارق سعيد طبعا كرئيس للنادي متواجد باستمرار حتى في الايه في التمارين، وبيدعم بكل قوة، لان في البرنامج الانتخابي بتاعه أو المجموعة طبعا كلها كانت بصفة عامة إن الترسانة كانت مرسوم إنها تصعد أو تساعده في الصعود في الموسم اللي فات، وإذا لم يتحقق الصعود يبقى الصعود حتمي في موسم 2018-2019 الموسم الحالي، الموسم اللي احنا عايشينه. عشان كده الكل متكاتف كمجلس إدارة، لأن دوت في البرنامج الانتخابي بتاعه، وزي ما بنقول يعني كفاية 10 سنين على بعد الترسانة في الضلمة، محدش يعرف يعني للأسف شديد. يمكن في ناس ما تعرفش تاريخ الترسانة كتير، يمكن معلش مع احترام لهم في لعيبة من اللي في النادي صغيرين ما يعرفوش تاريخ الترسانة، يمكن اللي بيلعب دلوقتي عنده مثلا 22 ولا 25 سنة حتى، وهو عنده 15 سنة طلع لقى الترسانة فين. حضرتك عارف كابتن ان انا رحت اعارة الترسانة من طبعا الأهلي عارف مع 6 شهور ازاي بقى بس انت الفترة دي كنت انا كنت بره، صح فطبعا ده يعني يسعدنا طبعا يا كابتن، شرف ليا ان يعني انت لانك ابن عزيز وابن اخ عزيز وغالي يعني علينا. فبنقول 10 سنين كفايه قوي الترسانه، وطبعا يعني للاسف الشديد في فتره من الفترات يعني في انديه كتير يعني جت حصلت في من 7-8 سنين حاجه زي كده، 3 انديه نزلوا قعدوا بقرار ففضلوا زي ما هم. طبعا احنا ودي انديه كانت انديه شعبيه، فاحنا يهمنا طبعا ان الانديه الشعبيه كلها تعود، لان انتماء الناس او الجماهير للانديه الشعبيه بيسري الكوره بشكل كبير. يعني شوف دلوقتي في الدوري الممتاز رغم قله الجماهير لكن بقت فيه حياه في الملاعب، 4000 ولا 5000 متفرج برضه ما هماش الايه العدد اللي احنا متعودين عليه، لكن الجمهور طبعا هو ملح البطوله، يعني زي وجبه من غير ملح مش هتحس فيها بطعم. فاحنا بنتمنى طبعا ان شاء الله ان الترسانه تمشي بنفس الخطى، ومحدش طبعا لا من مجلس اداره ولا من جماهير برضه، يعني الحقيقه من هنا في مجموعه من الجماهير الترسانوية ما بيسيبوش لا تمرين ولا مباراة سواء داخل أو خارج القاهرة إلا ما بيبقوا متواجدين، فدي كلها لازم اللعيبة تحس بيها، تحس فعلا إن النادي ده كيان كبير وتاريخ كبير والكل يسعى لعودة هذا الكيان. كابتن شاكر، رأيك في اختيار الكابتن أحمد كشري مدير فني نادي الترسانة؟ عايز أعرف رأي حضرتك فيه
وهل شايف ان شاء الله ربنا يكتب الصعود لنادي الترسانه يكون على ايد كابتن احمد كشري الراجل المناسب اللي يقدر ياخد الترسانه للدوري الممتاز؟ هو كابتن احمد خلاص يعني بدأ معاهم من شهر 7 من يوليو 2018 ف والوضع والمكانه اللي في الجدول فيها الترسانه بتقول ان الناس ماشيه بخطى ناجحه. تمام. كابتن احمد كشري من المدربين الواعدين، هو اشتغل في البلديه بالرغم ان هو بدايته كشغل كان اشتغل خارج مصر لدوله جيبوتي تقريبا، واشتغل في اكتر من اشتغل في النادي الاهلي مدرب منتخب جيبوتي، منتخب جيبوتي عن طريق ال المنظمه الافريقيه. تمام. دايما كانوا بياخدوا مدربين من مصر طبعا، منهم طبعا كان من اوائل هؤلاء المدربين الله يرحمه الكابتن مصطفى عبد الغالي، في كابتن شريف الخشاب ايضا، وشريف الخشاب طبعا، وكابتن كشري، كابتن لطفي نسيم تقريبا افتكر برضو. تمام. راح عن طريق المنظمه الافريقيه. ف يعني كابتن كشري مدرب منظم مرتب في شغله، عنده طموح، قدامه طبعا المستقبل كبير. نتمنى طبعا ان الكابتن كشري يكتب له اول نجاح وهتعتبر بطوله طبعا ان شاء الله بقيادته وصعوده بنادي الترسانه للدوري الممتاز ان شاء الله. والحقيقه والمجموعه كلها اللي شغاله معاه سواء كابتن احمد رجب وكابتن عصام والدكتور محمد وسيد حامد وحتى العاملين معاه، الكل بيشتغل على قلب راجل واحد وبعيد عن اي ملغصات زي ما كان البعض بيقول دايما ان لا ده الترسانه في ناس بتعمل وناس لا. يعني كابتن كشري نفسه لو اتسال هيقول ان هو بيشتغل في مناخ مريح جدا. لذلك بنتمنى ان شاء الله تكون ثمره التعاون ده كله بين الجهاز وبين مجلس الاداره وبين الجماهير وبين ولاد النادي او نجوم النادي اللي موجودين انها تكون الثمره الصعود. هل في تواصل ما بين الكابتن شاكر عبد الفتاح والكابتن احمد كشري حتى لو على المدى البعيد، بس هل في تواصل ما بينكم او ما بين بعض سواء بوجود حضرتك في داخل نادي الترسانه او في التليفون، ولا حضرتك حابب ان حضرتك تبقى بعيد وتتفرج وتشاهد ولو في حاجه ممكن تقولها للكابتن كشري؟ ده حقيقي لان انا يهمني الترسانه، بس برضو لازم كل واحد او كل مدرب او مدير فني لازم تديله المجال صح وتديله الاريحيه في ان هو بايه يعمل اللي هو عايزه وينفذ رؤيته. لكن كابتن كشري الحقيقه يمكن ما حدش يعرف الموضوع ده كتير غير يعني قله قليله كتير يعني انا بوصل له وجهه نظر معينه او هو بيستفسر مني عن شيء معين، فطبعا بكل حب وبكل ود احترام بما فيه المصلحه والاحترام طبعا قبل واخر كل شيء بيسمع وبيحاول ينفذ، لكن طبعا له كامل الحريه في الفكر اللي هو بيشتغل بيه. لكن احنا كلنا في النادي مش شاكر بس على استعداد طبعا لاي مشوره ان احنا نقدر نساعده بيها طبعا مش هنتاخر. ولا هو الحقيقه في حرج انه يسال عن حاجه معينه، لا بشكل او باخر مش ضروري تكون على الملا او لانها العمليه مش مزايده. احنا بيهمنا الكيان وهو نفس القصه، فيا بنوصل وجهه النظر بشكل ما او هو بيسال بشكل تاني مباشر او بتوصل له المعلومه، وهو طبعا في الاول وفي الاخر صاحب القرار الاول والاخير. طب هو اكيد بيتفرج علينا، فعايز بقى يعني ايه نصيحه لكابتن شاكر يحب يوجهها لكابتن احمد كشري قبل مباراه مهمه، مباراة كوكا كولا يوم الخميس، وكمان في ظل الصراع القوي والرهيب على صدارة المجموعة الخاصة بمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، أي نصيحة لعلك توجهها له
وايه ممكن كابتن شاكر يقوله للكابتن كشري خلال الفتره اللي جايه ان هو يبعد عنه وان هو يتفاداه علشان يكمل في المسار الصحيح؟ احنا طبعا يعني اول حاجه بنقولها ان لسه قدامنا 10 مباريات. مظبوط. دول ما هماش عدد قليل طبعا، سواء ان شاء الله احنا في المقدمه او لا قدر الله حصل اي شيء في تعادل او الامور دي ما تهزناش ابدا، ولا تربعنا على قمه المجموعه يدينا ايحاء بان القصه بقت منتهيه، لان لازم ناخد بالنا ان الهبوط 4 فرق السنه دي من الممتاز به، هيبقى فيه 4 فرق واحنا في اخر 3 مباريات عندنا 4 فرق فيهم فرقه. الماتش اللي بعد جاي فيهم فرقه هي الاخير. والاربعه الاخر برضو دمياط والزرقاء وبورتو السويس. دمياط والزرقاء وبورتو السويس والنصر. والنصر منتخب السويس في اخر مباراه في الدور الثاني. صح. وفي القناه منافس. منافس. فانت عندك 4 مباريات في الاخر فيهم الكلام ده او فيهم الايه، ممكن تبقى فيهم صعوبه. فلذلك احنا عايزين نحافظ على المشوار بتاعنا بدايه من كوكاكولا وبورتو. ابو صقر. اذا طبعا ان شاء الله وده اللي نتمناه حصلنا على ال6 نقط دول، اعتقد هنفرق عن فرقتين على الاقل. صح. من اللي معانا من الخمسه بشكل كبير، لكن ده ما يخليناش ابدا نركن الى ان احنا خلاص ان شاء الله احنا صاعدين ونهدى. لا، احنا عايزين دايما نفضل على طول الامور ما بتنتهيش غير مع اخر صفاره في اخر مباراه، او اذا كان عدد النقاط اللي في المسابقه احنا وصلنا ليه ان ما حدش ايه يحصلنا، يبقى هنا المهمه ايه انتهت. لذلك عايزين ان احنا نتحلى بالصبر والهدوء سواء اثناء المباريات. بتحصل حاجات كتير، ممكن اخطاء، خطا لاعب، خطا خصم، خطا حكم، كل ده بيبقى وارد. اللي ايه عمليه الثبات النفسي في ال10 مباريات اللي جايين دول هيساعدونا كتير قوي في الحصول على النقط. الكابتن كشري يعني شخصيه هاديه، مهذب، مفيش مع يعني مش في مدربين بتبقى عندها شيء من الاثاره. صح. او العصبيه، وبيبقى خايف اما بيوصل في مرحلة الصراع. هو يمكن الكابتن كشري بيتميز بالهدوء، عايزينه برضو يبقى أهدى، لأن المباراة اللي فاتت لما كنا مغلوبين 1-0 من فريق مصر، أنا وأنا قاعد بتفرج شفته ابتدى يتشد شوية مع الخصم كمان، فدي برضو احنا مش عايزينها. عايزينك تفضل محتفظ بهدوءك بفكرك عشان أثناء المباراة تقدر تاخد القرارات اللي فيها الصالح، طبعا مع أو بالتعاون مع الجهاز اللي موجود معاك. وأنا شايف إن الناس اللي موجودة معاك كلهم الحقيقة مهذبين، سواء كابتن أحمد رجب أو كابتن مدحت أنور وهو من أبناء ومن نجوم الترسانة، والكابتن عصام محمود كمدرب حراس مرمى، والجهاز الطبي اللي معاه، والمناخ بصفة عامة اللي مهيئه مجلس الإدارة للجهاز. فاحنا عايزين نحتفظ بهدوءنا مهما حصل، بنفضل متمسكين بالأمل، بنسعى للهدف اللي محطوط. وطبعا القيادة هنا بتبقى عليها مسؤولية كبيرة قوي في تحقيق الهدف ده، وانا شايف ان شاء الله كابتن كشري عنده القدره. يعني اللي خلانا كسبنا او فزنا في 6 اسابيع متواليه ورا بعض، اخر 3 في الدور الاول واول 3 في الدور الثاني، ان شاء الله بتكاتف الجميع و
التفكير السليم والمناسب مع جهد وعطاء اللعيبة إن شاء الله نقدر نوصل للي احنا عايزينه. إيه أصعب يا كابتن؟ التدريب في الدوري الممتاز ولا في دوري الدرجة الثانية؟ لا الدرجة الثانية طبعاً. هو مش التدريب اللي صعب، الأجواء. الأجواء والمناخ ليه؟ المحاط بالفرق. الدوري الممتاز يعني أنا اشتغلت في الدوري الممتاز، أنا عشان كده حابب مصر كتير وبرة الفرق كلها أنت بتشوفها باستمرار وبتشوف. ما أنا أما باجي أتفرج ما بتفرجش بس على الفرقة، بستنبط أفكار المدربين واحتمالاته، لأن في مدربين النهاردة لعبت النهاردة بشكل معين يمكن بكرة تلعب بشكل تاني، يمكن يغير أفكاره. صح. فدي أنت بتبقى مباشرة مطلع على أفكار المدرب اللي قدامك، مطلع على قدرات اللعيبة اللي بتلعب قدامك، فبتقدر تحط البرنامج التدريبي المناسب للمباراة القادمة، بتحط الفكر اللي يجابه فكر المدرب الآخر. ده ما بتلاقيهوش في الدرجة الثانية كتير، لأن طبعا الإعلام وإن كان طبعا يعني بعض القنوات ومنها طبعا اون سبورت و صدى البلد الحقيقه بيذيعوا المباراه، فبقى في الصوت الضوء مسلط على المسابقه، لكن بتبقى مباراه او حاجه. لكن غير الدوري الممتاز انا ممكن اشوف، وانا في الدوري الممتاز بمرن فرقه، ممكن اشوف العشر فرق التانيين وبحط ملاحظاتي وبكتب ملاحظاتي وبشوفهم ماتش بره ملعبه ماتش جوه ملعبه، المدرب هنا فكر ازاي هنا فكر ازاي، فبتبقى الدنيا زي كتب مقروءة للمدرب. لكن الممتاز به انت بتلعب في وادي ومش عارف تشوف صح التانيين، لا اللعيبة ولا المدربين. وانا كنت قبل كده ماسك الترسانة ساعة مصعدنا في 2005-2006 كان تبابعت يعني مصور ومعاه واحد بتاع كورة يعني بيصور لي المباريات، بيصور لي حاجات معينه، لان ما عنديش فرصه اعرف اروح اشوف، لان كلنا بنلعب في يوم واحد عكس الدوري الممتاز. امبارح كان في مباريات، النهارده في مباريات، اول امبارح كان في مباريات، فتقدر عندك الوقت تقدر تشوف، حتى لو ما شفتش بتقدر تسجل. فمن هنا بتبقى الايه السهوله بتاعه طبعا الدوري الممتاز عن الممتاز به، بالإضافة طبعا إمكانيات الملاعب برضو بتختلف كتير. يعني في ملاعب صغيرة قوي في الدرجة التانية غير الممتاز، بتلعب في استادات ومساحات ملاعب طبعًا كويسة. برضو الفرق اللي بتلعب ومعظمها بينافس أو عايز يأدي كرة كويسة بتعرف تلعب معها. كابتن شاكر، حضرتك قلت صعدت مع الترسانة في موسم 2005، حضرتك حققت بطولات في الخليج مع الشرقة أو مع العين الإماراتي، إيه الفرحة اللي كانت أكتر؟ فرحة صعود كابتن شاكر بالترسانة لدوري الممتاز ولا تحقيق بطولات مع نادي الشرقة الإماراتي أو نادي العين الإماراتي؟ سؤال صعب أنا عارف. لا هو مش صعب. لاعب كرة القدم أو مدرب كرة القدم انتمائه طبعا انت عندك انتماء ثابت. صح. يعني احنا كمصريين صح هنفضل مصريين صح وبنحب بلدنا تمام وبنحب ان احنا بلدنا تبقى احسن بلد في العالم. صح. نفس القصه، انا بنتمي لنادي الترسانه مولدا وشابا ولاعبا ومدربا، دي وتاريخا دي قاعده ثابته مش هتتحرك. لكن انتماء المهني لما طلعت بره الترسانه واشتغلت في نادي العين، فانتمائي المهني كان لنادي العين تمام، فببقى حريص لان راس مال المدرب او اللاعب تاريخه وعطائه ونتائجه. فطبعا يعني دايما انا فخور باللي اديته او واجبي اللي اديته لما كنت مدربا لنادي العين.
سواء على مستوى القطاع او على مستوى الفريق. الاول على مستوى القطاع يمكن دي كانت اول مره في تاريخ نادي العين يستعين ان الفرق الشباب والناشئين بتوعه يحصلوا على بطولات. لما كنت مسؤول عن قطاع خدنا 3 بطولات في 3 سنين ورا بعض مع الفريق الاول. طبعا اول ما توليت الفريق الاول حصلنا على دوري السوبر مش كاس سوبر. تمام. كان 6 فرق وبتلعب دوري، يعني 6 فرق الاوائل بعد ما بتنتهي الدوري وبتلعب دوري من 10 مباريات. حصلنا فيه طبعا على البطوله. لعبنا بعديها برضو نهائي الكاس كان مع الشارقه، خسرناه بضربات الجزاء. فزنا في 98 بالدوري. وده كان شاركت يا كابتن برضو في تشكيل المنتخب الاماراتي بعض الشيء. احنا كل اللعيبه اللي لعبت معايا في العين من وهم ناشئين كنت بقول لهم اللعبه دي هتوصل، فلذلك كنت بستعين بيهم. دي سهلت لي المهمه برضو ان انا خدتهم من الشباب او من الناشئين لعبوا معايا في الدرجه. بس ما جاوبتنيش يا كابتن شاكر الفرحه. ما انا هقول لك اهو. دوري 98 كان ليه فرحه كبيره لانه كان تحدي. كان العين في المركز 8 من 10 فرق. وانا كنت في نادي الوحده واعتذرت، فالعين كان متاخر قوي. انا كنت يا دوب سايب العين ما بقاليش 3 4 شهور. فالله يمسيه بالخير الاستاذ خليفه ناصر السويدي كان رئيس مجلس الاداره، وطبعا مجلس التنفيذي بتاع النادي كان طبعا برئاسه الشيوخ محمد بن زايد وعبد الله بن زايد والهزاع بن زايد ومجموعه كبيره من الشيوخ وحمدان بن مبارك كده. فالاستاذ خليفه اتصل بيا وقال لي احنا عرفنا انك انت معتذر وعايزينك ترجع النادي تاني. قلت له مفيش مشكله. فاحنا بنتكلم كان النادي العين في موقف صعب الثامن وكان فوقينا 3 4 فرق. فاحنا بنتكلم ويعني بنتكلم في العادي، فبقول له عايزين نحط شرط كده. يعني ايه؟ هو راجل بيتكلمني على اساس ان نخرج العين من القاع. قلت له في حاله الحصول على الدوري يبقى في مقابل كذا. فبص لي كده يعني باستغراب شويه. يعني هو سال حضرتك اكيد سال حضرتك تاني، يعني قصدك ان احنا نبقى في موقف كويس ولا ناخد الدوري؟ لا الحقيقه هو بص لي كده وبعدين قال لي طيب انا موافق على الشرط ده، وانا من جيب الخاص نفس الايه؟ نفس المبلغ، نفس كافه النادي. ده دليل يعني ان هو مش مصدق اصلا. انه إن احنا الاول يعني عايزين نطلع من الكبوه دي يعني بتاع. فطبعا الحصول على الدوري في دوت كان من الحاجات او الانجازات اللي الواحد بيسعد بيها وبيفتخر بيها حتى فتره عملي كلها مع نادي العين. طبيعي ليه؟ لان في الشارقه نفس الايه القصه، ان طبعا الناس تحط ثقتها فيك وان نادي الشارقه ينزل وتغير جلد الفريق بالكامل. فرقه كان 9 منهم منتخب الامارات ويهبط، فكون انه يستعينوا بيك فدي حاجه بتسعدني وبفتخر بيها طبعا. والحمد لله ربنا وفقني في نفس السنه على طول صعدنا وحصلنا على بطوله الدوري. بعديها رحت نادي الامارات برضو ونفس اللي حصل معايا مع الشارقه هو نفس النتيجه مع الامارات، وخدنا بطوله الدوري وصعد برضو الامارات. طبعا ده كله بيسعدني وبفتخر بيه لانه في سجل التاريخ بتاعي كمدرب. لكن وبزعل طبعا على اي فرقه من الفرق اللي انا مرنتها ان لما يحصل قصور عندهم شويه. لكن طبعا بالنسبه لنادي الترسانه ده الاساس، ده القاعده اللي انت انطلقت منها، ده المكان اللي بنتمي ليه زي ما كلنا بننتمي لمصر. فطبعا مرتين، مره سنه 92 93 كنت انا مدرب عام مع المرحوم الكابتن شاذلي، ودي كانت اول مره الترسانه، تاني مره كانت الترسانه تنزل فيها. في مره نزلت سنه 80 81 كنت انا لسه موجود كلاعب. جيت
والفرقه يمكن كلها بطلت وانا الوحيد اللي استمريت. كان لسه بقى جيل صغير طالع، كان محمد رمضان، ابو بكر عبد العزيز موجود، جمال حمزه موجود، ادم، اسماء كتير وكبيره. وكان بيمررنا طبعا المرحوم الكابتن حمزه عبد المولى، وطبعا بحكم قيادتي للفرقه وصعدنا. كان دوري قوي، كانش ايه مجموعات ولا الكلام ده كله، كان على مستوى مصر. والمره طبعا الثانيه في 92-93 كنت مدربا برضو، دي كان ليها وقع كبير. في 2005-2006 طبعا كانت المنافسه قويه جدا، لان ما كانت دوره بعد ما بتخلص من 6 فرق بتلعب برضو، كان ذهاب واياب، فبتبقى الفرصه او المنافسه قويه جدا. كان ساعتها صعدنا من 6 احنا وبتروجيت، وطبعا يعني من ساعه بتروجيت ما صعد في 2005-2006 وهو مازال، ونتمنى له طبعا ان اوضاعه تتحسن. فطبعا 2005-2006 دي برضو يعني، لان كانت الترسانه قعدت فتره قبل كده من 92 لما صعدنا، قعدنا بعديها فتره كبيره برضو الترسانه نزلت وقعدت فتره لحد اما صعدنا في 2005-2006. فطبيعي اي انجاز يتم للترسانه وتاخد وضعها الطبيعي فيه بيسعدنا كلنا كترسانويه، لانه بيعود على الجميع بالايه؟ بالهدوء وبالاستقرار، وان بتحس الكيان اللي انت بتنتمي ليه هو ضمن مصافي الانديه الكبيره، وده المكان الطبيعي اللي بيبقى موجود فيه. لكن طبيعي الانتماء المهني بيبقى قبل واخر شيء. يعني انا لو مثلا بمرن فرقه وهلاعب الترسانه، طبيعي ده طبيعي، طبيعي انتماء هيبقى مهني للمكان اللي انا بشتغل فيه. مش هنزايد ونقول لا، ما فيش واحد هيخون مهنته ولا هيخون امانته. لكن بالظبط لما تيجي تقول كده، نضرب كمثال الانديه اللي انا اشتغلت فيها كلها بمثابه كلهم زي اولادي، وطبيعي بيبقى الابن الاكبر او البكري بيبقى ليه معزه، لكن دوت لا ينفي اطلاقا معزه الابناء الاخرين. فكل الانديه اللي انا تعاملت معهم ليهم طبعا قدر كبير من المعزه، وبفتخر بيهم جميعا، وخاصه المنتمين لهذه الانديه كلهم. وما زلت طبعا على اتصال بكل مكان اشتغلت فيه، في اتصال دائم مع افراد كتير، وده شيء بيسعدني دايما. كابتن شاكر، حضرتك دربت فرق داخل مصر ودربت فرق خارج مصر. دايما المعادله الطبيعيه ان المدير الفني بيحقق في بلده بطولات، لكن حضرتك عملت المعادله الاصعب. في مصر لم تحقق او لم يتم تحقيق اي بطوله، لكن في الخليج وفي الامارات حققت المستحيل والصعب، زي ما حضرتك قلت لي على مستوى قطاع الناشئين، مع فريق العين، مع فريق الشارقه. هل خارج مصر يوجد العوامل اللي ممكن تنجح اي مدير فني شاطر وفي مصر مش موجوده، ولا كان فين الخلل او راي حضرتك ايه في القصه دي تحديدا؟ طبيعي كره القدم بتعتمد اساسا على امكانيات وقدرات. امكانيات تتوفر، مدير فني او كوتش عنده قدرات، عنده افكار، عنده شخصيه، عنده طموح، عنده تنظيم، عنده هدف مهني في حياته. اذا كل ده مترتب صح واعطيت الفرصه لتحقيق شيء، اكيد ربنا بيوفقك وهتوصل له. داخل مصر للأسف الشديد قد تكون الإمكانيات محدودة إلى حد ما. وقبل الإمكانيات والكلام ده كله، إنك تعطى الفرصة وإن الناس تدور فعلا على الأقدر والأكفأ
والانسب دي مش موجوده في مصر. معايير الاختيار يا كابتن عامل ازاي في مصر؟ معايير الاختيار في مصر للاسف الشديد يعني معايير مؤسفه لا تعتمد اطلاقا على قدرات المدرب، على امكانيات المدرب، على انك تختار الانسب للي انت عايزه. تمام. المعايير هنا في مصر بتعتمد على اسماء، اسماء مش مهم الاسماء دي من اي نادي من الانديه، الكلام ده كله دي اسماء الاول عشان الناس تريح دماغها المسؤوله في الانديه، انا جبت من هنا وجبت من هنا عشان لو حصل ايه حاجه. الله، انت بتختار وانت بتدي لنفسك اسباب التبرير من قبل ما لا قدر الله يحصل لك اخفاق. دي نمره واحد. نمره اتنين اللي تفاقم اكتر بقى للاسف الشديد عمليه السمسره اللي هي بتحرك الادارات والمدربين كتير قوي. هقولك على حاجه. طب يا كابتن هسالك سؤال. السمسره طيب. ويمكن انا حصلت معايا واقعه احنا تجاوزها يعني في احد الانديه. طبعا بعد الاتفاق معايا مباشره وهم يعرفوا ما هي القدرات بتاعت سين او صاد، لكن فوجئت بان في ناس عايزه تتفق معاك على اتفاق وهتاخد جزء من المبلغ من الفلوس تأخذه. واللي يقول الكلام ده كله طبعا الكلام ده كله رفضته. انا رفضته. طب يا كابتن شاكر، هل هو عيب السمسره ولا عيب رؤساء الانديه اللي هم بيخضعوا؟ بص يا كابتن، رئيس نادي هو اللي بيتحكم وبياخد قرار مع مجلس الاداره بتعيين فلان، وبالتالي السمسار لما يجيب كابتن شاكر يقول انا اوديك الحته الفلانيه، كابتن شاكر ما عندوش مشكله، لكن رئيس النادي لو وافق يبقى هو العيب منه هو. لا من أنا طب انا يعني حضرتك، انا بتكلم في ايه؟ ان الجانب الاكبر على رئيس النادي. رئيس النادي لو فهم وعرف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هتبقى الاختيار ليها معايير، ان انا مش اي حد يجي يقول لي خلي فلان يمسك، حاضر وانا موافق. ايوه طبعا، عشان انا بثق فيه. المفروض ان انا كنادي لا اعتمد على السماسره. اولا احنا اللي موجودين عندنا 99% منهم سماسره، مش وكلاء لعيبه. طبعا ما ده الفرق. لان الوكيل الرياضي او الوكيل بتاع كره القدم اولا لازم يكون بيفهم في كره القدم. لما بيقعد مع اداره النادي لو هو وكيل للنادي مصلحته، فبيقول له انا عايز مدرب بمواصفات معينه. انا عايز اصعد، او انا عايز اخد بطوله الدوري، او عايز ابقى في منطقه امنه، او 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 بيحط له الهدف بتاعه. فبيقول له انا عايز مدرب يقدر يحقق لي الايه الاهداف دي. يقول له خد ده، يقول ده لا مش عايز خد ده. خد الكابتن عمر نمره واحد. وهتكلم لك فلان نمره اتنين وفلان نمره تلاته. ليه؟ زي ما بترشح لعيب عايز لاعب وسط، بتقول للمدرب في ثلاثة في الحتة الفلانية، هو طالب لعيب بمواصفات معينة، فبتقول له ده كذا وده كذا وده كذا وده قيمته كذا وده قيمته كذا، طبقا للأهداف الإيه؟ الموضوعة. نفس القصة كمدرب، بس الوكيل بتاع المدرب اللي هو زي وكيل اللاعبين برضه هو اللي بيتكلم وهو اللي بيعمل وبيفضل إيه؟ لما تحصل مشكلة يجوا يتكلموا مع الوكيل زي ما بتبقى عندك محامي. صح. لكن السمسار ده راجل بينفذ لك أو بينفذ عملية وخد حقه وجري، يعني بينفذ عمليه تهدف فقط الى مصلحته الشخصيه. مصلحته الشخصيه ماليش دعوه. لذلك هتشوف بدون داعي لذكر اسماء هناك مدربين في الدرجه الثانيه اشتغلت في خلال الخمس شهور اللي فاتوا دول في ثلاث اربع انديه. طيب هل وفي الممتاز نفس الايه؟ طيب القصه، هل اتحاد الكوره يجب ان يصدر قرار بمنع المدير الفني بالعمل لأكتر من نادي خلال موسم واحد؟ هل ده هيفيد ويحيي مدربين من جديد ويديهم الفرصة علشان يظهروا على الساحة الرياضية والكروية؟ لا، هو مع احترامي طبعا لاتحاد الكورة، اتحاد الكورة مش دي مش مهمته. المهم مين؟ هو الأندية اللي الأندية لازم تكون حريصة على مصلحتها، ويبقى القرار دايما في الأندية من خلال، هي ده اللي احنا بنفتقده، لجان فنية. لجان فنية بتتشكل في الأندية، اللجان دي مهنية
انت اللي بتوكل لها كل الايه الامر. يعني انت مثلا بتقول ايه النادي الاهلي عنده لجنه الايه لجنه كوره عنده لجنه تعاقدات لجنه التسويق عنده لجنه تسويق صح. فكل لجنه ليها خصوصياتها فبتقول له انا عايز الشيء الفلاني اللجنه دي بتبتدي ومحدش يا كابتن بيخش في اختصاص تاني خالص وانت عندك ثقه في الكلام ده كله. يعني انا هذكر قصه في النادي الاهلي طيب لان كنت قريب منها قوي. ساعه انتقال محمد رمضان للنادي الاهلي سنه 90 تمام قيل انه رايح النادي المصري تمام واعلن بمبلغ كذا ساعتها كابتن سايس كان كتب كده في الجرنان ان انا مش هضم اي لاعب مش محتاج اي لاعب الا اذا كان واحد بمواصفات محمد رمضان كده قالها صريحه بعديها وده يمكن اول مره الموضوع ده بيتقال على الهوا الكابتن حسن حمدي كابتن خطيب عرفوا ان محمد رمضان يحق له الانتقال المباشر لاي نادي من نادي الترسانه بعد قصه الاحتراف سنه 90 فاتصلوا بي تحب تيجي النادي الاهلي قال لهم والله انا متفق مع المصري في كذا ولكن النادي الاهلي طبعا مفيش مشكله ده مين كابتن حسن حمدي وكابتن كابتن خطيب اللي هم يعني من النجوم الكبار قوي في الكره المصريه وكانوا افتكر ساعتها كان الكابتن حسن امين صندوق تمام كان برئاسه المرحوم الكابتن عبد الصالح الوحش تمام الاثنين وهما من هما طبعا نجوم تقيله جدا نجوم كبار واسماء كبيره وكان الكابتن حسن حمدي فتره من فترات مدير كوره وكابتن خطيب كان نجم كروي وشعبيه جارفه ما تصرفوش من تلقاء نفسهم اتصلوا بالله يرحمه الكابتن عبد الصالح الوحش كان خارج مصر في اوروبا وقالوا له في كذا كذا رايك ايه رايك قال لهم لا ما عنديش راي انا ارحب باللعيب لكن اسالوا الكابتن سايس هو محتاجه ولا لا كان الكابتن سايس في معسكر في اسماعيليه ف محدش تخطى التاني ليه احترام الاخرين في عملهم وفي مهنتهم او في فكرهم مهم فاتصلوا بالكابتن سايس قالوا له في كذا 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 اذا كنت محتاجه ان ايه هنقدر نخلص الموضوع معاه مش محتاجه هنقفل مش هنتكلم فيه خالص قال لهم ده انا كاتب كذا 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 يا ريت وعلى هذا الاساس اشتغلوا وضموا محمد رمضان فهي القصه كلها عشان كده بقول لك ليه دي مسؤوليه الانديه لان الفايده الوحيده هتعود على مين على النادي الاول فلو انت عندك لجان مهنيه موجوده وبتوكل لها الامر تشتغل عليه وتبقى دي اي شيء مردود بيروح للجنه دي في الاول فاي زي ما بتعمل لجنه ثقافيه اشمعنى اللجان الثقافيه ما بيخشوش فيها واللجان الاجتماعيه واللجان الرحلات والكلام ده كله الكوره ما بتجيبش فلوس الكوره هي كرة بتجيب فلوس يعني اقصد ايه اللي بتدخلوا فيها طب ما هي دي مش شغلتكم اصلا دي شغله ناس ايه تانية فانا النهارده لو عندي اللجان دي لما باجي اختار اللجنه دي بتقعد مع المدير الفني صح. طلباتك ايه بره طبعا في حاجه اسمها المدير الرياضي يمكن انت طبعا لعبت بره المدير الرياضي دوت اللي هم بيقولوا عليه المدير الفني صح والمدرب اللي احنا بنقول عليه المدير الفني ده الكوتش صح هيد كوتش بيقول له انا محتاج كذا 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 هو بيوفره له عندي هنا في فلان في فلان في فلان ليه في ثقه متبادله في العمل وثقه في قدرات كل واحد وبالتالي هتقدر تستغنى عن السماسرة اللي بيخطف ويجري النهارده واحد سمسار وداك نادي حصلت لك مشكلة صح ما يروح هو يتكلم لو هو وكيل صح. عشان كده الاتحاد الدولي كان في الأول خالص في وكلاء معتمدين وكانوا بيحطوا مبالغ في الاتحاد الدولي صح. ك
كضمان صح. عشان لو الوكيل ده قصر واول وكيل كان حصري وكان معتمد في الاتحاد الدولي وكان وكيل مصري الله يرحمه الكابتن جلال محمود اللي هو كان صاحب فكره انشاء اتحاد مصري للاعبين المحترفين. فمن هنا كان وكيل بمعنى الكلمه. القصه بقى دخلت انت كابتن شاكر عشان الوقت خلاص. ده انا لو واحد ماشي في دخل النادي وواحد قبله سلم عليه يقول له ايه ده انا كلمت عليك فلان. فهي المشكله كلها هنا. كابتن شاكر شرفينا ونورتينا واستمتعت جدا بالحوار مع حضرتك يا كابتن. العفو يا عمر انا تحت امرك و يعني سعدت يعني بالجلسه معاك زي ما قلت لك ابن عزيز وابن اخ غالي يعني من نجوم مصر وقناه النادي الاهلي بصفه خاصه دايما بتسعدنا بحاجات كتير ونتمنى ليها التوفيق في كل المجالات. وصلنا مع حضراتكم لنهايه فقره اليوم من الاهلي الليله. فقره حواريه ثانيه كانت مهمه جدا ومسك الختام مع احد من نجوم مصر ونادي الترسانه في العصر الذهبي الكابتن شاكر عبد الفتاح. بنبارك للنادي الاهلي بفوزه اليوم واستعداداته لمباراه يوم الجمعه ان شاء الله امام حرس الحدود. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.